بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الكرام في كل مكان. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع المحاضرة العاشرة إن شاء الله، هي الأخيرة في تدريس محتوى مقرر المناعة والجهاز المناعي، وهو مقرر يعتبر تدريس لأساسيات هذا العلم الكبير والهام جدا كما ذكرنا سابقا. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بهذا العمل لبداية عمل آخر يكون أكثر تفصيلا، التعرف بمعلومات أكثر حداثة للمناعة والجهاز المناعي في القريب إن شاء الله. كما تعودنا بنبدأ باستعراض محتوى هذا المقرر، ونركز على ما سوف يتم شرحه في هذه المحاضرة إن شاء الله العلي العظيم. شملت محتويات هذا المقرر الموضوعات التالية: مقدمة وتعريفات عن الجهاز المناعي وخصائصه وأهم وظائفه، خاصية التعرف الذاتي وغير الذاتي، وكيف تتم من خلال تراكيب معينة موجودة في خلايا الجسد وبعض خلايا الجهاز المناعي. ثم تعرفنا بالتفصيل البسيط على أعضاء الجهاز المناعي من خلايا وأنسجة وأعضاء لمفاوية موجودة في جسمنا، منها نخاع العظم الأحمر الذي أو المكان الذي يتم فيه تكوين كل مكونات خلايا الجهاز المناعي من كرات بيضاء متنوعة، والغدة التيموسية والعقد الليمفاوية والطحال وبعض الأماكن الأخرى التي يحدث فيها استجابات مناعية عالية. ثم تحدثنا عن العدوى والإصابة بالأمراض، وذكرنا فيها ما المقصود بالعدوى وكيف تتم، وما هي الميكروبات المعدية والميكروبات غير المعدية أو النافعة تسمى الميكروبيوم، وتعرفنا على أسباب الإصابة ببعض الميكروبات والأمراض حتى تكون منطلق لمعرفة أهمية وآليات الدفاع عن الجسم، وده ما تحدثنا عنه في المحاضرات السابقة، آليات الدفاع عن الجسم تدينا نتحدث عنها عامة. ثم تحدثنا عنها ببعض التخصص، ثم ذكرنا ان عندنا جهاز مناعة طبيعية وجهاز مناعة مكتسبة، الجهازين يكملان بعضهما البعض. شرحنا في جهاز المناعة الطبيعية كان عندنا ثلاث محاضرات تقريبا، الجزء الاول كان عن الحواجز الطبيعية، الجزء الثاني عن الاستجابات المناعية بالخلايا الوسيطة، والجزء الثالث كان عن الاستجابات المناعية الإفرازية أو السائلية اللي بتتم من خلال بعض الإفرازات المهمة في جسمنا شرحناها. ثم بدأنا المحاضرة الماضية في مقدمة عن جهاز المناعة المكتسبة، اليوم نستكمل موضوع جهاز المناعة المكتسبة إن شاء الله تعالى، موضوع مهم جدا. مكونات المحاضرة اليوم تشمل على صور توضيحية كثيرة فيها بعض المعلومات والشرح اللي إن شاء الله تعالى يكون مبسط ومفيد لكم، وتكون المعلومة سهلة وميسرة إن شاء الله تعالى. جهاز المناعة المكتسبة، وده بنقول عليه الجزء الثاني ليه؟ لأن احنا المحاضرة الماضية في آخرها تكلمنا عن بداية أو مقدمة عن مفهوم المناعة المكتسبة. في الشريحة الأولى إن شاء الله تعالى بنذكر ما انتهينا عليه في المحاضرة الماضية، وهي عبارة مهمة جدا عشان نربط الأحداث مع بعضها. عندما يتغلب الميكروب الذي يغزو الجسم على كل آليات الحماية الموجودة في الجسم، سواء كان خط الدفاع الأول اللي هو قلنا الحواجز الطبيعية زي الجلد والدموع وحمض HCL وبعض التراكيب الأخرى، أو خط الدفاع الثاني اللي هو يعتبر
جزء مهم جدا من المناعة الطبيعية أو غير النوعية اللي أو الغير نوعية، اللي هي مناعة عامة خلايا كل وظيفتها هي الحماية، بتقوم بالدفاع عن مكونات الجسم ضد أي غزو بأي نوع من الميكروبات، لا تتخصص في نوع معين، وبالتالي هي بتديني حماية عامة وحماية مبدئية قوية جدا. دي بنتولد بيها كلنا. طيب إذا الميكروب تخطى هذه الحواجز وتمكن من الاستقرار داخل أنسجة الجسم وممارسة نشاطه الحيوي اللي هو أساسه التكاثر، عايز يتكاثر جوه جسمي ويعيش جواه، ويسبب أعراض مرضية ومشاكل قد تكون بعضها خطيرة جدا تؤدي إلى الوفاة. عند ذلك يأتي دور جهاز المناعة المكتسبة اللي هو حديثنا اليوم، اللي هو بنسميه اسم آخر مناعة نوعية مختلف عن المناعة الغير نوعية، وهو خط الدفاع الثالث والأهم، حيث يتم تنشيط آليات هذا الجهاز لكي تتعامل مع هذا الميكروب الذي نجح في الاستقرار والتكاثر داخل خلايا جسمنا، والعمل على القضاء عليه وإزالته من الجسم. كمان بتعمل حاجة مهمة جدا اللي هي تكوين الذاكرة المناعية، والذاكرة المناعية دي هي ما تعطي جسدي المناعة المكتسبة نتيجة التعرض لهذا الميكروب، ثم مقاومته والقضاء عليه، ثم تكوين ذاكرة مناعية عندما يأتي نفس الميكروب أو شبيه ملاصق له تماما، يتم التعامل معه سريعا ولا يحدث آثار لأعراض مرضية زي ما هنشوف ونتكلم مع بعض بالتفصيل. وكما هو موجود في جهاز المناعة الطبيعية، فإن الاستجابات المناعية لجهاز المناعة المكتسبة تنقسم إلى نوعين أساسيين: الاستجابات المناعية المكتسبة في الخلايا الوسيطة، نركز مع بعض، والتي تلعب في الخلايا البيضاء الليمفاوية تي ليمفوسايتس دورا رئيسيا. يبقى هي خلية مهمة جدا، هي محور تنظيم كل الاستجابات المناعية في المناعة المكتسبة، وكمان رابطة ما بين المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة، هنشوف ده مع بعض أثناء الشرح. يبقى نحفظ التي ليمفوسايت هي المحور الرئيسي في الاستجابات المناعية المكتسبة بالخلايا الوسيطة، يعني باستخدام خلايا، وهنشوف إن الخلية دي بتتميز إلى خلايا أخرى هنعرف أساميها ودورها في موضوع الاستجابة المناعية. الجزء الثاني المكمل اللي هو الاستجابات المناعية المكتسبة الإفرازية أو السائلة، وشرحنا معنى هذه الكلمة، مواد إفرازية تسبح وتدور في السوائل الموجودة في الجسم، أهمها سائل الدم وسائل الليمف وباقي السوائل المحيطة بخلايا جسمي، حتى تستطيع أن تصل إلى كل مكان وتقضي على ميكروبات محددة هنعرف إزاي تتعرف عليها. وفيه تكون كرات الدم البيضاء الليمفاوية بي اللي هي النوع الثاني من الليمفاويات بي ليمفوسايتس، والأجسام المضادة التي تنتجها هذه الخلايا البي ليمفوسايتس بتنشط عندما تتعرف على ميكروب معين، تنتج خلايا تسمى الخلايا البلازمية، تنتج أو تصنع الأنتي بوديز أو الأجسام المضادة، وهندي بعض المعلومات عنها. وبالتالي هذه الخلايا النشطة اللي هي خلايا البلازمية تكون جزء من استجابات الإفرازية والآليات الأساسية في التغلب على والقضاء على الميكروب. أول شكل توضيحي بنشوفه مع بعض عشان يبسط لنا الفكرة اللي هنتكلم عليها طول المحاضرة إن شاء الله. لو أنا تخيلت إن في ميكروب قلنا دخل جسمي وابتدى يستقر وابتدى يكون خطر حقيقي على الجسم، طبعا الخط الاول اللي قلنا من جزء من الدفاع عن الجسم المناعه الطبيعيه اللي هي الخلايا الاكوله اللي هي بتلتهم زي ما احنا شايفين، ادي الانتيجين بشكله الاساسي عباره مثلا عن اربع اجزاء حمراء محيطه بمكان اصفر، ده بس مجرد تمثيل عشان نشوف الخطوات اللي هتحصل. هذه الخليه الاكوله مهمتها الاساسيه بتذهب الى هذا الانتيجين وتلتهمه. داخل هذه الخلية بعد الالتهام يتم تقطيع الانتيجين إلى قطع صغيرة بواسطة إنزيم اللايسوزايم، هذه القطع من الانتيجين بيتم عرضها على الجدار الخارجي للخلية الأكولة، الجزء الأصفر ده اللي بيعمل عرض وتقديم للانتيجين لمين بقى؟ لخلية مهمة جدا
في خلايا المناعة المكتسبة اللي هي خلية التائية، أحد الخلايا التائية. زي ما احنا شايفين هنا عندي في رابطة، هذه الخلية الأكولة اللي هي جزء من المناعة الطبيعية أظهرت جزء من الأنتيجين عشان تبتدي تعرف الخلايا الأخرى المهمة في المناعة المكتسبة بأن في أنتيجين موجود. يبقى هنا دي خطوة التعرف، في أنتيجين موجود، مهمتكم أنتم يا خلايا مكتسبة إظهار المناعة الأقوى، إظهار الدفاع الأقوى، عمل ذاكرة مناعية عشان الأنتيجين ده ما يجيش يهاجمنا تاني. ودي مهمة الخلية الأكولة، أظهرت على السطح وفاكرين اللي هو إيه، مركب التوافق النسيجي الإيه التاني الـ MHC2، ده بيبقى موجود على الخلايا المناعية المحددة. أظهرته، تعرف عليه الريسبتور أو المستقبل الموجود على الخلية التائية المساعدة، يبقى دي أحد الخلايا اللي ابتدينا نتعرف عليها من مجموعات الخلايا، مين؟ الخلايا الليمفاوية التائية. الخلية الليمفاوية التائية خلية متخصصة جدا، بتعرف بسرعة تحدد نوع البكتيريا أو نوع الفيروس أو نوع الميكروب، مش بتقول بكتيريا فقط زي الخلية الأكولة أو أنتيجين فقط، لا، هي بتحدد نوعه ببرمجة اللي هي تمت بداخلها في الغدة التيموسية، وهنذكر مع بعض بهذه المعلومة. في نفس الوقت الخلية الأكولة بتعمل إيه؟ بتفرز مجموعة من السيتوكينات، وقلنا السيتوكينات هي مجموعة من البروتينات السائلة المفرزة اللي بتعمل كرسل كيميائية للتواصل ما بين الخلايا المناعية المختلفة عشان تعظم أو تقوي الاستجابات المناعية عموما. فبجانب ان هي بتقدم الانتيجين زي ما احنا شايفين، بتعمل نوع من انواع الافراز لبعض السيتوكينات المعينه، وهي انواع كثيره. السيتوكينات اللي بتفرزها مهمتها تنشيط الخليه التائيه المساعده، هي بتكون غير نشطه طالما لم تتعرف على انتيجين، وطالما لم يتم تقديم انتيجين لها. تم تقديم، تبدا النشاط، يزيد النشاط او يزيد ويعظم مع افراز هذه السيتوكينات. خلاص هنا الخليه التائيه تبدا دورها. الخلية التائية تعمل نفسها إفراز سيتوكينات أخرى. السيتوكينات دي الأخرى أو الرسل الكيميائية الأخرى، شوفوا هتعمل ثلاث حاجات. الخلية التائية تنشط نفسها زيادة، سبحان الله، ثم تذهب هذه السيتوكينات في سوائل الجسم والدم والليمف إلى مصدرين من الخلايا أو جزئين من الخلايا الرئيسية. خلايا أخرى من الخلايا التائية تسمى الخلايا التائية المسمة، بتعرفها السيتوكينات معلومة أو بتديها إشارة بتقول لها الخلية التائية المساعدة تعرفت على الميكروب رقم كذا أو اسمه كذا. تخيلنا هذا، يبقى الخلية التائية دي كيلر، خلية قاتلة، على طول فهمت الرسالة، تذهب بالمستقبل بتاعها اللي هو فهم إنه هيتعامل مع هذا النوع من الأنتيجينات، ويبحث عن الأنتيجين ده بشكله الكامل اللي هو بيسبح في الدم اللي هو لسه ما تمش أكله لأنه كتر وتكاثر داخل جسمي، أو ممكن كمان تهاجم الخلايا الجسدية اللي هذا الأنتيجين نجح في الاستقرار داخلها. يبقى دي المعلومة المهمة اللي بتقوم بيها الخلايا التائية المسمة، وده جزء من الاستجابة المناعية المكتسبة بالخلايا الوسيطة اللي هي مهاجمة الخلايا المصابة أو الأنتيجين نفسه. كمان السيتوكينات بتذهب في طريق آخر عشان تقابل الخلايا البائية اللي هي الجزء الثاني المكمل للمناعة المكتسبة، اللي هي عندها القدرة على التميز وإنتاج حاجة اسمها خلايا بلازمية اللي بنعتبرها مصانع لإنتاج الأجسام المضادة، بس دي هتكون أجسام مضادة خاصة بمين؟ خاصة بهذا النوع من الأنتيجين مش بأنواع أخرى. وبالتالي يتم تنشيط هذه الخلية، بتكون برضو غير نشطة زي الخليتين دول، يتم تنشيطها بالمعلومة دي، وكمان هي عندها على سطحها بعض المستقبلات هنتكلم عليها، كمان تقدر من خلالها تذهب مباشرة وتتعامل مع نفس الأنتيجين، وتنشيطها هو بداية للاستجابة المناعية الإفرازية المكتسبة من خلال إنتاج الأجسام المضادة بواسطة خلايا البلازما. ده محور حديثنا اليوم مع بعض بتفاصيل أكتر عن كل مرحلة من مراحل الخلايا، التعامل بالخلايا الوسيطة أو التعامل بالأجسام المضادة. الخلايا البيضاء الفاعلة في المناعة المكتسبة قلنا هما نوعين رئيسيين،
النوع الاول خلايا الليمفاويه التائيه، والنوع الثاني الخلايا الليمفاويه البائيه. ودي صوره تحت المجهر الالكتروني للخلايا الليمفاويه النوعين، لا نستطيع التفرقه بينهما بالرغم من ان كلا النوعين متشابهين ومتماثلين تماما تحت الميكروسكوب، فانه توجد بعض الاختلافات التركيبيه من المستقبلات اللي موجوده على الغشاء او التركيبات الداخليه، ودي الابحاث والعلم عرفنا بيها. التركيبات دي اللي بتقدر نفرق ما بينها ما بين وظيفه بقى الخليه التائيه والخليه البائيه، لكن الشكل الخارجي متشابه تماما تحت الميكروسكوب. ولذلك الاختلافات التركيبيه بينهما في غشاء الخليه زي ما قلنا، حيث ان سطح الخليه الليمفاويه البائيه يحتوي على جلوبيول المناعي اللي هو شكل الاجسام المضاده، دي الخليه البائيه، وعلى سطحها ادي النوع المستقبل شكل الجسم المضاد اللي هو الواي شيب بالانجليزي، زي ما احنا شايفين مرتبط بيه جزء احمر، الجزء الاحمر ده اللي هو يعتبر مثلا ارتبط بانتيجين معين ويبتدي يتعرف عليه. دي صوره او رسمه لخليه بائيه ومرسوم عليها اللي هي التراكيب الغشائيه اللي موجوده، اللي هي شكلها مشابه تماما للاجسام المضاده، بنسميها الجلوبول المناعي كمستقبل الانتيجين، وده من خلاله بيتم التعرف زي ما احنا شايفين مثلا تعرف على الفيروس من خلال الايه الابيتوب او العلامات المميزه للفيروس بيرتبط بيه ويبتدي ان هو يتعامل معاه من خلال الاليات اللي احنا هنشرحها. ما ننساش ان هذه الخلايا الليمفاويه عموما البي والتي والخلايا القاتله طبيعيا تمثل حوالي 20% من حجم خلايا الدم البيضاء المتنوعه. الخليه البائيه نذكر ليها دور فقط في المناعه المكتسبه الافرازيه من خلال افراز الاجسام المضاده. الخليه التائيه تنظيميه ولها ادوار مختلفه من خلال التنوع، خلايا مساعده، خلايا مسمه، خلايا مثبطه، هنشوف مع بعض. ولا ننسى الخلايا القاتله الطبيعيه اللي ذكرناها واحنا بنتكلم كجزء من المناعه الطبيعيه بالخلايا الوسيطه، لان هي خلايا مهمه جدا، هي خلايا ليمفاويه لكنها ليها طبيعه تربط ما بين المناعه الطبيعيه والمناعه المكتسبه، عندها قدره هائله على مهاجمه الخلايا المصابه بالفيروسات، الخلايا السرطانيه، انواع من الميكروبات، وهي خليه مهمه جدا في جهازنا المناعي. احنا اليوم بنركز على هاتين النوعيتين من الخلايا اللي احنا هنتكلم من خلالهم كيف تتم المناعه المكتسبه. الخلايا التائيه بيذكرني فيها نوع اسمه مساعد، الخلايا التائيه المساعده، الخلايا التائيه القاتله، والخلايا المثبطه، وده اللي هنتكلم زي ما قلنا تفصيلا خلال هذه المحاضره ان شاء الله. الخلايا الليمفاويه البائيه والتائيه كلاهما قادر فقط على تعيين وتحديد والاستجابه. يبقى هنا بنتكلم على قدرات خاصه لهذه الخلايا. هي خلايا قادره على التعيين والتحديد والاستجابه، تعمل كل مهام الخلايا المناعيه، يعني التعرف على الانتيجين ومعرفه نوعه، ثم كمان تحديد الاستجابه المناسبه له. بعضها يقوم بالاستجابة مباشرة وبعضها بيقوم بتنشيط خلايا أخرى حتى تقوم بالاستجابة القوية. يبقى هي قادرة على تعيين وتحديد والاستجابة إلى نوع واحد من الميكروبات وبعض الأنواع القليلة القريبة الشبه والتأثير من هذا النوع، يبقى إيه هي تخصصية. تحدد الخلايا الليمفاوية وتتعرف على الجسم الغريب اللي هو الأنتيجين عندما ترتبط بجزيئات المستقبل الموجودة على سطح خلاياها. عشان كده سطح خلايا التائية والبائية عليها مستقبلات مهمة جدا، مهمتها زي أجهزة الرادار كده، هي اللي بتحدد نوع الأنتيجين من خلال هذه الرابطة التي تحدث ما بينه وما بين هذه المستقبلات. ينتج عن اتحاد الخلية الليمفاوية أيا كان خلية تائية أو بائية مع الانتيجين تنشيط وتحفيز الخليه. ده معناها ايه؟ ان هي قبل الالتقاء بهذا الانتيجين بتكون خلايا خامله وغير نشطه حتى لا تستهلك، تنشط فقط في حاله بدايه التعرف، ويساعدها في النشاط خلايا اخرى وافرازات السيتوكينات اللي قلناها. يبقى بتفرز او بتنشط مع او تحفز مع الارتباط او من خلال الارتباط بالانتيجين، والتي تبدا بعد ذلك في عملية تميز وتشكل، كمان يحصل لها تميز وتشكل، يعني تعطي أنواع أخرى، تعطي أشكال أخرى، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى
عمل ليها القدرة على إن هي تنقسم وتتميز في الأعضاء الليمفاوية الثانوية زي العقد الليمفاوية وزي الطحال وزي بعض المناطق الأخرى كمان في وهي تسبح في الليمف، تستطيع إن هي تتميز لأشكال أخرى حتى تعطي مواد جديدة تقوم بدور أكبر في الاستجابة المناعية المتعاظمة والمتشابكة من أطراف كثيرة جدا. يبقى هي بيتم إنتاجها في خلايا العظم ونضوج في خلايا العظم، والتقية بيتم نضوجها في الغدة التيموسية، ولكن هذه الخلايا غير الخلايا الأخرى من كرات الدم عندها القدرة على أن تنقسم وتتميز في مواقع العمل بتاعتها. تمام، ودي ميزة جديدة، وتعطي أشكال وأنماط جديدة من الخلايا المتخصصة والتي تعمل ضد الأنتيجين حسب نوعه للقضاء عليه وإزالة تأثيره الممرض. نشوف شكل من الأشكال التوضيحية اللي هي يشرح تنشيط وتميز اللي قلنا عليه التميز إلى أشكال أخرى الخلايا البائية نتيجة التعرف والارتباط بالأنتيجين. هنا خدنا مثال خلية بائية وقلنا على السطح بتاعها المستقبل الخاص بيها اللي هو شكل الجسم المضاد بالظبط، المستقبل على الخلية البائية بيتعرف على أنتيجين، نوع من أنواع البكتيريا، وله اسم المستضد أو الأنتيجين أو مولد الضد. كل دي أسامي متشابهة موجودة في كتبنا باللغة العربية. المهم إن هو اتعرف عليه، اتعرف عليه من خلال معلومة معينة موجودة على سطح هذا الميكروب. أول ما اتعرف هو ما كانش نشط، تمام؟ لازم يتم بقى تنشيطه لما اتعرف على مين؟ على هذا الميكروب. لما بيتم تنشيطه بيتم تنشيط الخلية البائية لإنتاج نسخ جديدة متخصصة. هنعرف إن الخلية البائية وزي ما شفنا في الصورة الأولانية بيتم تنشيطها من خلال الخلية التائية المساعدة. الخلية التائية المساعدة من خلال الارتباط بتاعها بالأنتيجين بتعمل نوع من أنواع نقل المعلومة الجديدة لمين؟ من خلال السيتوكينات إلى الخلية اللي ارتبطت مع البكتيريا، هي مسكتها بس لسه الحالة بتاعتها مش حالة نشطة عشان تتميز لخلايا أخرى. الخلية المساعدة مهمتها إفراز سيتوكينات حتى تحفز الخلية على التميز وإعطاء مين؟ إعطاء خلايا بلازمية، وهذه الخلايا البلازمية هي المصنع لإنتاج مين؟ الأجسام المضادة اللي هتكون متخصصة في التعامل مع هذا النوع فقط من البكتيريا. كمان في نفس تديني نوع تاني من الخلايا المهمة اللي بتسمى خلايا ذاكرة بائية. هذه الخلايا خلايا ذاكرة فقط لمين؟ لهذا النوع أيضا من البكتيريا. لو جه إصابة تانية هيحصل استجابة سريعة جدا لأن مش هيحصل الخطوات دي. كل اللي هيحصل مباشرة إن هذه الخلايا الذاكرة اللي على سطحها هذا المستقبل المتخصص في التعرف على هذا الميكروب يتعرف عليه مباشرة ويحفز الخلايا البلازمية لإنتاج مين؟ لتتميز الخلايا البلازمية ويحفزها لإنتاج الأجسام المضادة التي تقوم بمهاجمة هذا الميكروب في سوائل الجسم أو في الخلايا اللي تم إصابتها، لكن في السوائل بيكون أساس هذا العمل. خلايا بي وخلايا تي غير الناضجة ليست لها القدرة على الاستجابة للانتيجينات الخاصة، ولكنها تكتسب القدرة على الاستجابة بعد فترة، حيث تتكون جميع اللينفوسايت العربي صعب قوي ليمفوسايت في نخاع العظام، ولا تكون لها في البداية أي قدرة مناعية عند تكوينها في البداية، غير أنها تمر في عمليات نضوج وتمايز في الأعضاء الليمفاوية الأولية لتتحول بعد ذلك إلى خلايا ذات قدرات مناعية. بنذكر مع بعض، عندي نخاع العظم هو المصدر الرئيسي لكل مكونات الدم، بالذات بنتكلم هنا عن المكونات الخاصة بجهاز المناعة. الخلايا الليمفاوية البائية والتائية تخرج من خلايا مهمة جدا تسمى الهيماتو سايتوبلاست الموجودة في نخاع العظم هيماتوبويتك ستيم سيل، بتقوم بإخراج خلايا ليمفاوية بائية وتائية. الخلايا الليمفاوية البائية تستمر في نخاع العظم إلى أن يكتمل نضوجها، يكتمل نضوجها، نضوجها معناها إيه؟ معناها برمجتها على العمل اللي هتقوم به، سبحان الله. الخلايا التائية لأ، تخرج غير ناضجة وتذهب لتستكمل عمليات النمو والنضوج، وشرحنا ده قبل كده، وأهم حاجة البرمجة
في من خلال الغده الساعتيريه، عشان بعد كده تبتدي تتميز لخليه مساعده او خليه قاتله او خليه كابحه او مثبطه. طيب هنا حصل نضوج، هنا حصل نضوج في اماكن بقى للتخزين والعمل، اماكن التخزين والعمل في العقد الليمفاويه وفي الطحال، كذلك بالنسبه للغده للخلايا التائيه تخزين وانتظار لمين؟ لوجود انتيجين او وجود حاله ميكروبيه عاليه تخطط خلايا جهاز المناعه الطبيعيه، نبتدي ان احنا هنتكلم معاها او نتفاعل معاها من خلال وجودنا في هذه العقد الليمفاويه او من خلال سرياننا في الدم والليمف والذهاب الى اماكن الاصابه المختلفه. دي برضو تذكره بمنشا وبداية نضوج هذه الخلايا، وهذه الخلايا لما بتكون مخزنة هنا بتبقى في مرحلة ايه بقى تانية؟ بنقول عليها مرحلة غير نشطة، مرحلة التخزين. تنشط امتى؟ بالارتباط مع الانتيجين من خلال المستقبلات المعينة، سواء بتقدم الخلايا الاكولة هذه الانتيجينات، او هي نفسها الخلايا الليمفاوية بترتبط مع هذه الانتيجينات ويبدا تنشيطها والعمل معها، وده اللي هنتكلم عليه في الشرائح القادمه ان شاء الله. يستغرق نضج الخلايا البائيه والتائيه في الاعضاء الليمفاويه المركزيه اللي هي نخاع العظم والغده التيموسيه من يومين لثلاثه، بتاخد من يومين لثلاثه عشان يتم عمليه الايه؟ الانضاج الخاصه بها. وهو يكسب هذه الخلايا، الانضاج يعني ايه؟ اكساب هذه الخلايا القدره على الاستجابه للانتيجينات الخاصه، يعني بيعرفها الفرق ما بين الذاتي وغير الذاتي، ودي مهمه جدا. حيث يتم في هذا النضج برمجه هذه الخلايا، اذا جاز لينا هذا التعبير الجميل، برمجه يعني معلومات وراثيه محدده هتتعاملي مع مين وما تتعامليش مع مين. برمجه هذه الخلايا برمجه مسبقه على الاستجابه للانتيجينات الخاصه خلال تطورها الجنيني، أي قبل أن تواجه الأنتيجينات بفترة طويلة، وهي بتتكون في مين؟ في جسم الجنين وجسم الطفل، حيث تنتج كل خلية أثناء عملية النضج نوعاً خاصاً من المستقبلات، وهو ده أساس عملها، بغشائها الخلوي اللي هو التعرف، كيف تتعرف وتميز. هذه المستقبلات يمكنها أن ترتبط مع نوع واحد من الأنتيجينات خلال حياته، بس خلال حياة هذا النوع من الخلايا، لذا فإن جسم الإنسان أو الحيوان يكون مجهزاً بملايين او اكثر من خلايا تي تتناسخ حضريا، اللي هو التناسخ الميتوزي، ان هي بتكتر من عددها في النوع المخصص لمواجهه ميكروب معين، عشان كده بنقول اعداد بالملايين. حيث تنتج كل خليه تي مجموعه خلايا مطابقه لخليه تي الاصليه اللي هي تعرفت على اول مره على الميكروب، والتي تستجيب لنوع واحد من الانتيجينات. وبالرغم ان الجسم لا يحتاج الى كل هذا العدد الهائل من هذه النسخ، الا انها تشكل احتياطي من الخلايا في حاله احتياج الجسم لها. زي ما احنا شايفين تاني بنقول نضج وتميز الخلايا الليمفاويه، الخلايا البائيه في نخاع العظم لانتاج الاجسام المضاده، وده جزء من المناعه المكتسبه الافرازيه. عندي في الغده التيموسيه التميز للخلايا التائيه المساعده والمسمه، طبعا هنا مش موضحين الخلايا الكابحه لان هي ليها دور يقل اهميه، لكنها بيتم انتاجها برضه وتميزها من خلال عمليات حيويه في الغده التيموسيه. الخليه التائيه المساعده تساعد الخلايا التائيه المسمه، بتساعد الخلايا التائيه المسمه وتساعد الخلايا البائيه، عشان كده سميناها مساعده، ليها دور في تنشيط هذه الخليه وليها دور في تنشيط هذه الخليه. وكلمه سي دي 4 وسي دي 8 اللي عايز يعرفها هي عباره عن مستقبلات تحدد نوع هذه الخليه، اذا كان دي تائيه مساعده او تائيه مسمه. الخليه التائيه المسمه خليه قاتله مهمه جدا، تقتل الخلايا المصابه بالفيروسات والخلايا المحطمه والميته طول ما هي عماله تسبح تذهب الى هذه الانيه. وكثير من خلايا التائيه تترك الغده التيموسيه بعد اكتمال نضجها لتستقر في الاعضاء الاخرى، خصوصا في العقد الليمفاويه والطحال، كما يدور الكثير منها في الدوره الدمويه. بعد دخول الانتيجين او الجسم الغريب الى الجسم، فانه في هذه الحاله تبدا عمليه التنشيط فقط للخلايا السابق برمجتها، يبقى هي خلايا منتظر عملية التنشيط فقط من خلال استخدام المستقبلات للتعرف على الانتيجينات المختلفة. بالنسبة لخلايا بي، فإن هذه الخلايا تكتسب القابلية
او القدره على الاستجابه، قصدنا على الخلايا تي، خلايا بي سوري، للانتيجينات الخاصه داخل نخاع العظم، بتصبح يعني هي كل شغلها والنضج بتاعها والبرمجه في نخاع العظم مش في الغده التيموسيه، بتصبح هذه الحاله جزء من الاحتياطي الخلوي للجسم، وتضيف مناعه للدم عن طريق انتاجها لمين؟ للاجسام المضاده. هنبدأ دلوقتي الجزء الأول من الجهاز المناعة المكتسبة، أو كلام عن الاستجابات المناعية المكتسبة بالخلايا. خلايا وسيطة شطار، يعني بتكلم على خلايا متخصصة في هذا الأمر، هي بتقوم بالدور كله. ما هو دور خلايا تي الليمفاوية؟ عند تنشيط الخلايا الليمفاوية تي، تنشيط بقى، شوفوا تنشيط، هي متبرمجة وهي غير نشطة ومستنيه عمليه التنشيط. عند تنشيطها فانها تتشكل وتتميز الى اشكال وانواع مختلفه من الخلايا، اللي هي بقى الانواع اللي هنقولها مع بعض، المساعد والمسمه والكابحه، وتظل كل نوع من هذه الخلايا على اسم الخلايا الليمفاويه تي، ولكن يكون له تاثير ووظيفه مختلفه عن بقيه الانواع الاخرى، يعني يحتفظ بنفس الاسم تي ليمفوسايت، ولكن وظيفته هنديله اسم تاني عشان نحدد الوظيفه، من نفس الخليه الام. عندي ثلاث انواع: خلايا تي مساعده اختصارها تي اتش او هيلبر تي سيل، ولدي الخلايا دور بالغ الاهميه في تنشيط وعمل الخلايا الباقيه وخلايا تي الاخرى. خلايا تي المسمه كيلر تي سيل، لها اسامي متنوعه على فكره في الكتب، كيلر تي سيل او سايتوتوكسيك تي سيل او اختصارها التي سي، ولدي الخلايا قدرة على تدمير وقتل الخلايا السرطانية، ودي مهمة جدا، بتتكون خلايا سرطانية في جسمنا طول الوقت ولا نشعر بها الحمد لله، ولا تتمكن من إحداث ورم إلا في حالات معينة، وده نتيجة إيه؟ نشاط هذه الخلايا والتهامها وقتلها لهذه الخلايا السرطانية، وكذلك الخلايا المصابة بالفيروس وغيرها من الميكروبات. خلايا تي الكابحة أو المثبطة سبريسور تي سيل واختصارها تي إس، دي بتقوم بتنظيم عمل الخلايا المناعية والحد من نشاطها عند انتهاء الميكروب أو عند انتهاء الاستجابة المناعية، حتى لا تتعاظم التأثيرات وينقلب الجهاز المناعي على الخلايا الذاتية. هي وهنشوف مع بعض. تقوم بتنظيم الخلايا المناعية الأخرى وتثبيت الاستجابة المناعية بعد إيه؟ بعد حدوث خلاص مقاومة الميكروب والقضاء عليه، مفيش داعي بقى للنشاط العالي اللي بتبقى عليه الخلايا التائية والبائية. فتبدأ خلايا أخرى تديهم إشارات تقول لهم إيه؟ ها؟ بي كالم، اهدوا شوية عشان خلاص خلصت الموضوع، سبحان الله. يعني زي بالظبط كده اسمها كابحة، العربية مندفعة بسرعة شديدة عشان تصل إلى منطقة معينة، خلاص قربت تصل إلى المنطقة أو في خلاص حدث هيحدث تاني، يبدأ تدخل بعنصر كابح أو مثبط زي الفرامل عشان يهدي من هذه الإيه؟ السرعة الكبيرة. بعد زوال مسبب هذه الاستجابة. في الصورة التالية بنتعرف على الثلاث أنواع، الصورة التوضيحية الجميلة دي بيقول لي آدي الخلية الرئيسية الأم، الخلية الليمفاوية التائية. هذه الخلية الليمفاوية التائية عند تنشيطها إمتى؟ شاطرين، بعد ارتباطها بالأنتيجين، ارتبطت بالأنتيجين بخلية مصابة بفيروس، تمام؟ ده نموذج ومثال، خلاص هنا تم تنشيطها، هنا غير نشطة لكنها متبرمجة وفاهمة هتعمل ايه. ارتباطها بداية التنشيط، تنشيط يحصل تمايز وانتاج لنسخ من خلايا هتقوم بأدوار مختلفة، كلها خلايا تي طبعا، انتاج نسخ بالتقاصر الخضري اللي هو الميتوزي من خلايا تي، سبحان الله، هي خلية واحدة لكن هتطلع لي ثلاث أنواع من الخلايا، كل واحدة ليها وظيفة، تختلف فقط في الوظيفة والعمل هتقوم به. الخلية الأولى اللي هي رقم واحد، اللي خلية تي المسمة، دي مهمتها إنها تهاجم نفس الخلية، هي اتعرفت خلاص إن في عندي خلية مصابة بفيروس بداخلها، تروح أو تذهب إليها وترتبط بيها بالمستقبلات بتاعتها وتنتج مواد قوية جدا محللة لهذه الخلية، تحدث اللي هو بيسميه الموت المبرمج للخلية بما فيها من فيروس، يعني تفجرها إذا جاز لنا التعبير بالفيروس. يبقى ده النوع الأول اللي تم التمايز له بعد عملية التنشيط. النوع الثاني اللي هي هيلبر تي سيل، ان انا كمان عايز ايه بقى؟ يكون عندي خليه مساعده تعمل عمليه تحفيز
للخلايا المسمة أكتر، وكمان ما ننسوش الصورة اللي شفناها قبل كده، تحفيز الخلايا البائية حتى يكون يستكمل الدور بإنتاج أجسام مضادة للفيروس ده اللي بيسبح منه جزء فين؟ في سوائل الجسم، في جزء نجح دخل في الخلايا وجزء يسبح، اللي في يسبح ده محتاج حاجة تسبح معاه، اللي يسبح معاه الأجسام المضادة. مين اللي بينتجها؟ الخلايا البلازمية. مين اللي بيصنعها؟ الخلايا البائية. مين اللي هينشطها؟ الخلايا تي المساعدة اللي تم إنتاجها من هذه المرحلة. يبقى تعزز الاستجابة المناعية زي ما قلنا، وذلك بتنشيط الخلايا التائية المسمة، تنشط مزيد من هذه الخلايا تعمل بكفاءة أكتر، وكمان الخلايا البائية لإنتاج الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس اللي موجود في سوائل الجسم. نيجي بعد كده في خلية مهمة جدا ما ننساهاش، احنا ما اديناهاش رقم لان هي خلية بتسمى خلية تي للذاكرة. زي ما قلنا خلية بي بتطلع خلية بي للذاكرة عشان تنتج خلايا بلازمية جديدة واجسام مضادة متخصصة للميكروب معين، بلاقي ان الخلايا التائية سواء كانت المسمة او المساعدة بينتج عنها برضو خلايا تي للذاكرة عشان الفيروس ده المحدد لو جه مرة تانية ما مرش بكل المراحل دي. لا، انا عندي ذاكرة موجودة على جنب لخلية مساعدة وخلية مسمة متخصصة في مكافحة هذا الفيروس، فعلى طول نبدأ من الخطوة الأخيرة اللي هي إيه؟ تنشيط خلايا مسمة جديدة، تنشيط خلايا مساعدة للقضاء على الفيروس بدون حدوث أعراض المرض. النوع الثالث اللي هي الخلايا الكابحة اللي عملها تنظيم عمل هذه الخلايا بعد ما تكون الاستجابة عالية جدا وتم القضاء على الفيروس تقريبا، نبدأ عايزين نثبط أو نقول لها تهدى شوية نرجعها لوضعها الطبيعي، ده بيكون دور الخلايا الكابحة. هو دي الثلاث أنواع باختصار وده دورهم باختصار. هنمسك خلية خلية منهم ونتكلم عليها بصورة أوضح تفصيلا بشكل توضيحي جميل إن شاء الله تعالى. نمسك الخلية تي المساعدة اللي هي قلنا محور عمليات التنظيم لباقي الخلايا في الاستجابات المكتسبة بالخلايا الوسيطة. أدي خلية بائية، تمام؟ هذه الخلية البائية ارتبطت بأنتيجين ودخلته جواها عشان تبتدي عايزة تفهم. هذه خلية بائية غير نشطة، لما ارتبطت بالأنتيجين دخلت الأنتيجين عشان تبدأ عملية تنشيط، ولكن هذه العملية يلزمها مساعدة من الخلية التائية المساعدة اللي عندها معلومات أكتر وعندها برنامج أكثر تطورا بيساعد هذه الخلية البائية سبحان الله على إنها تفهم بالظبط مطلوب منها إيه. يبقى المستقبل ارتبط بالأنتيجين، دخل الأنتيجين جوه هنا، يبتدي هذه الخلية تذهب بالأنتيجين وتلتقي مع خلية تي مساعدة، عشان خلية تي المساعدة من خلال المستقبلات المميزة اللي موجودة فيها تبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تاخد اشارة بهذا الميكروب اللي خرجته الخلية البائية على سطحها، برضو تبتدي تاخد منه معلومة بالبرنامج بتاعها وتحدد ان ايه؟ ان انا عندي معلومة بتقول ده الميكروب كذا، الميكروب اللي اسمه او نوعه كذا. تبتدي هذه الخلية تخرج بعض السيتوكينات المهمة، الاشارات الكيميائية اللي تذهب كده في السائل المحيط ما بينهم، السائل الخلوي والسائل البيني المحيط ما بينهم، وتنتقل السيتوكينات، شايفين تدخل، ما كانتش موجودة هنا، تدخل هنا داخل مين؟ داخل هذه الخلية البائية لتعمل على ايه؟ تنشيط الخلية البائية لتعمل بكفاءة كبيرة جدا لإنتاج الخلايا البلازمية ثم الأجسام المضادة الخاصة بهذا الفيروس. يبقى دور الخلايا التي المساعدة هو مساعدة الخلية البائية لأداء عملها بالتنشيط من خلال السيتوكينات لإخراج خلايا بلازمية محددة ثم أجسام مضادة خاصة بهذا الميكروب. النوع الثاني اللي هو الخلايا المسمة، هذه الخلايا لها قدرة على تدمير وقتل الخلايا السرطانية والخلايا المصابة بالفيروس وغيرها. ناخد نموذج ومثال. دي عندي خلية جسدية عادية جدا، خلية جسدية عادية مش خلية مناعية، تم إصابتها بفيروس معين أو بميكروب معين. هذه الخلية اللي تم إصابتها، الخلية دي عندها زي ما احنا عارفين تحمل
مركب اسمه مركب التوافق النسيجي الاول، وده موجود في كل خلايا جسمنا، وده موجود وشرحناه في كل خلايا جسمنا. بعد ما الميكروب دخل وابتدى يعمل تكاثر وكتر في العدد، المركب التوافق النسيجي ياخد جزء من هذا الميكروب ويخرجه على السطح بتاعه. مهمه جدا هذه الخطوه، لما بيخرجه على السطح بتاعه تبتدي الخلايا التي تدور في الدم او بتدور في الليمف زي الخلايا تي المسمه تبتدي تاخد معلومه من هذا المركب، وتبتدي فهمت ان هذه الخليه ليست خليه ذاتيه، خلاص تغيرت ملامحها اصبحت خليه غير ذاتيه لانها تحتوي على ميكروب في داخلها. تبدا هذه الخليه التي المسمه تنشط وتنتج مواد. هذه المواد المهمه جدا اللي هي هتبقى عباره عن جزيئات من مركب كيميائي يسمى البايروفورين، وهذا البايروفورين قوي جدا بيتم افرازه على الخلايا المصابه زي ما هنشوف. كمان في نقط زرقاء هنا بتسمى انزيمات تسبب الموت المبرمج للخليه المصابه، يعني بيقولها انتحري بالميكروب اللي جواكي ودمريه تماما، احنا مش محتاجينك، احنا محتاجين نحافظ على الخلايا الاخرى السليمه اللي موجوده حواليكي. يبقى هنا بدايه التعرف، بدايه افراز وانتاج المواد اللي هيتم التعامل بيها مع الخليه المصابه. المرحله الثانيه يبدا اخراج البايروفورين اللي هو انزيم قوي جدا يدخل داخل الخلية المصابة. كمان عندي الانزيمات اللي بتسبب الموت المبرمج تخرج هي ايضا، وتكون تكوين ثقوب في جدار الخلية، ثم يحدث تحلل للخلية المصابة زي ما احنا شفنا اللي هي تدمير هذه الخلية، ثم هذه الخلية المسمة تكون خلية ذاكرة تائية. فاكرين عملنا في الشريحة قبل السابقة قلنا ان كل الخلايا التائيه بتعمل برضو خلايا ذاكره تحمل نوع البيرفيرون اللي هو متخصص في قتل مين؟ هذا النوع من الميكروبات، وبالتالي يبقى عندي ذاكره على جنب خاصه بهذا الميكروب، لما يجي تاني مش محتاج هذه الخطوات، هذه الخليه من خلال السطح بتاعها تتعرف مباشره وتنتج على طول مين؟ البيرفيرون اللي هو كان موجود جواها وجاهز جواها مش لسه هتصنعه، وتقوم بالتحلل. يبقى خليه خطوه رقم اولى خلية تي مسمة أو قاتلة ترتبط بالخلية المصابة، ودي دورها قتل الخلايا المصابة بالفيروسات خصوصا. البايروفيرين يحدث ثقوب في جدار الخلية لدخول الإنزيم اللي هو هيعمل موت مبرمج، يبقى هنا بفتح ثم بسمح بدخول مادة أخرى، ثم تدمير لهذه الخلية بما فيها من ميكروبات وتكوين ذاكرة مناعية. الصورة الثانية صورة برضو جميلة بتقول لي ان برضو الخلايا المسمة دي بتتعاون مع الخلايا الأكولة، فاكرينها الماكروفاج اللي هي جزء من خلايا الايه؟ المناعة الطبيعية. الخلايا الماكروفاج مهمتها زي ما قلنا بتاخد اي انتيجين، اي انتيجين موجود بتلتهمه وتبتدي ان هي باللايسوزايم اللي جواها تكسره، بس عندها مهمة تانية خطيرة جدا ان هي تقدم الانتيجين ده من خلال الام اتش سي الخاص بيها هي تخرجه عشان يرتبط بمين؟ بخليه تي مسمه. وهذه الخليه بتكون في الاول غير نشطه، ما تعرفش ايه الموضوع، لكن لما تيجي الخليه دي تقول لها ادي المعلومه اهي اللي انا بحارب ده الميكروب ده، والميكروب ده ابتدى يتكاثر ويكتر عندي، تمام؟ ابتدي شوف الشغل مثلا. لو تخيلنا هذا الحوار هنا، تبتدي هذه الخليه المسمه تطلع زي ما احنا قلنا كده نسخه من خليه ذاكره تائيه تحمل مين؟ تحمل المواصفات بتاع هذا الميكروب، وتعمل او تتحول الى خلايا مسمه نشطه، اللي هي الخلايا النشطه دي بتكون جواها البايوفيرون اهو، تمام؟ بتعمل على ايه؟ افراز المواد والانزيمات اللي هتعمل تحطيم وموت للخليه المستهدفه. يبقى هنا شرحنا جزئيه ثانيه من التعاون ما بين الخليه الاكوله والخليه التي المسمه، يعني ربط ما بين المناعه الطبيعيه والمناعه المكتسبه، الياتهم مع بعض عشان برضو النتيجه واحده اللي هي ايه؟ القضاء على الميكروب. يبقى تي مسمه لوحدها تشتغل بالتعاون مع الخلايا الاكوله بتشتغل بنفس الطريقه. النوع الثالث اللي هو الخلايا الكابحه، حيث تقوم بتنظيم نشاط الخلايا المناعيه الاخرى وتثبيط الاستجابة المناعية بعد زوال مسبب هذه الاستجابة، اللي هو زوال مين؟ زوال الميكروب.
احنا هنا بنقول ادي برضو نموذج للقصة المناعية اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت. لو تخيلنا عندي خلية اكولة من خلايا المناعة الطبيعية، حصل ايه؟ التهمت ميكروب، ادي ميكروب كامل، شايفينه؟ كامل الميكروب عندي هنا، ثم قامت بتفتيته باللايسوزايم الى اجزاء اصبح غير فعال، ثم بتخرج الاجزاء على الام اتش سي الخاص بيها هي، اخرجت هذه الجزيئات عندي في الاخر، تمام؟ اصبح ايه بقى؟ اصبح هنا عندي هذه الخليه بتعرض على الخلايا التائيه الاخرى، التي هيلبر والتي سايتوتوكسيك وهكذا. التي هيلبر لما اتعرفت بتبتدي تنشط البي سيل عشان يحصل ايه؟ انتاج لاجسام مضاده كثيره. هذه الاجسام المضاده شايفين الميكروب اللي دخل هنا في منه اخواته بيسبحوا بره، اللي بيسبح بره يجد مين بقى؟ اجسام مضاده متخصصه فيه، تبتدي انها تتعامل معاه وتحيط بيه وتقضي عليه، لان ده لسه مازال يسبح ويبحث عن خلايا جسديه يصيبها. يبقى هنا ساعدنا الخلايا الاكوله في افراز خلايا سوري اجسام مضاده تقوم بالقضاء على الميكروب اللي مازال حر ويسبح. طبعا دي كلها استجابات مناعيه. طيب مع الوقت احنا هنقضي على هذا الميكروب، مع الوقت محتاجين نهدي هذه الخلايا. تيجي الخلايا التي الكابحه تدي اشارات تنظيميه وتثبيطيه في كل الاتجاهات حواليها، على اساس تبتدي تعمل نوع من انواع الريلاكسيشن او نوع من انواع الهدوء لهذه الخلايا التي كانت في حاله نشطه جدا نتيجه الاستجابات المناعيه الواجب عليها اللي بتقوم بيها. صورة جميلة جدا اللي هي الخلايا الكابحة برضو تبتدي تدي إشارات تقول بالظبط كده هذا هو وقت الراحة، ده إمتى؟ بعد ما تم الاستجابة وزوال مسبب هذه الاستجابة. الخلايا التي المساعدة والخلايا البائية والخلايا الأكولة بتقول لهم ده وقت الراحة، خلاص ما عادش الميكروب ده موجود، نبتدي نستعيد توازننا، نبتدي نستعيد الطاقة بتاعتنا عشان نكون إيه؟ جاهزين لاستجابة أخرى. يبقى دي ببساطة دور الخلايا الكابحة أو المثبطة في تنظيم و إيقاف الاستجابة المناعية الكبيرة بعد انتهاء الدور المطلوب منها. في صورة تانية توضيحية جميلة جدا هنحط فيها الخلايا المساعدة والخلايا المسمة عشان نقارن ما بينهم، ازاي بيشتغلوا؟ دورهم في الاستجابات المناعية المكتسبة الخلوية. نمسك الخلايا تي المسمة أو القاتلة، قلنا شغلها كله أو معظمه مع مين؟ مع خلية مصابة، مش مع الميكروب وهو حر، يعني ده سبحان الله تخصصها مع الخلية الجسدية اللي حصل فيها إصابة. آدي الخلية المصابة حصل فيها دخول للأنتيجين، هذا الأنتيجين الخلية المصابة زي ما قلنا بتقوم عارضة على المركب التوافق النسيجي الخاص بيها. تيجي الخليه المسمه ببساطه بتتعرف عليه وتبتدي ان هي زي ما قلنا بقى البايروفيرون والانزيمات اللي بتسبب موت مبرمج تتفاعل مع هذه الخليه. ده ببساطه شديده يبقى هو مرحله الانتيجين يرتبط مع مركب التوافق النسيجي، الخليه تي تتعرف مع المركب المتحد معاها ومن خلال المستقبل وتعرف نوعه تشتغل معاه. دي الخليه تي المسمه. الخلية تي المساعدة الفرق الرئيسي ايه؟ ما بتتعاملش مع خلايا جسدية مصابة، تتعامل مع خلايا مناعية زيها، واهمها الخلايا الاكولة والخلايا الشجيرية او الدندريتك سيل. الخلايا الاكولة تتناول الميكروب لانها ضخمة وتستطيع تناوله كاملة، بتاخد الميكروب تبتدي انها تكسره وتطلع برضو على المستقبل التوافق النسيجي التاني بتاعها جزء منين؟ من الميكروب. تبتدي الخلايا تي المساعدة تتعرف وتبتدي تنشط، كانت غير نشطه تنشط ودي كانت غير نشطه تنشط، ولكن كل في طريقه. ده على طول هيرجع يهاجم نفس الخلايا التي كانت مصابه، ده هيعمل ايه؟ مساعده وتحفيز لهذه الخليه ان هو نفس الميكروب، ومساعده وتحفيز للخليه الباقيه زي ما شفنا قبل كده. يبقى دي الفروقات، خليه تي مسمه تتعامل مع خليه جسديه مصابه، تمام؟ الخليه تي المساعده تتعامل مع خلية مناعية بتقدم ليها الأنتيجين وتتعرف عليه، ثم الخلية المساعدة تعمل بعد ذلك على تنشيط خلايا مسمة أخرى وخلايا البائية زي ما شفنا زيادة هنشوف فيها هذا الوضع. تمام،
دي صورة بقى هتجمع التلاتة مع بعض، خلايا المساعدة والخلايا المسمة وتحفيزهم الخلايا الباقية اللي هنتكلم عليها لاحقا في دورها في المناعة الإفرازية، ولكن لازم نذكرها هنا عشان نعرف الرابطة ما بين التلاتة، دورهم في الاستجابات المناعية المكتسبة الخلوية والإفرازية. نبدأ القصة بإيه؟ ميكروب تتعرف عليه خلية أكولة تاكله وتبتدي تهضمه وتبتدي مركب توافق النسيجي البروتيني الثاني، تبتدي ان هي ايه تعرضه عليها من الخارج. شوفوا عرضته من الخارج، وهنا الصوره الجميله دي برضو بيقول لي ادي هنا الجزء من الانتيجين ارتبط بالمركب اللي بيبقى موجود داخل السيتوبلازم، يخرج المركب على السطح ويعرضه زي ايه الدش اللي عندنا بتاع الساتلايت. عرضه تيجي الهيلبر اللي هي المحور الرئيسي للقصه كلها، خليه تي المساعده من خلال المستقبل بتاعها تبتدي اول مره تنشط بعد الايه الارتباط والتعرف. كمان ما ننساش احد السيتوكينات المهمه اللي بتفرز من الخلايا الاكوله اسمه الانترلوكين 1، ده بيحفز من الخليه المساعده. الخليه المساعده هنا خلاص قلنا برنامج بتاعها اعلى كتير جدا من الخلايا الاخرى، وعندها القدره على تنشيط عدد من الخلايا. هي بتفرز مجموعه من السيتوكينات تسمى الانترلوكين 2، ده بيحفز الخليه نفسها، يعني هي بتدي لنفسها زي ما بيقولوا ايه فيتامين، بتحفز نفسها، ثم هذا الفيتامين بيخرج تاني يحفز خلايا اخرى، يحفز الخليه التي المسمه، تمام، اللي هي منتظره معلومه خدتها من برضو خلايا مصابه جسديه او لسه لم تاخذها عشان تقول لها ايه؟ تقول لها في خلايا جسديه تحمل هذا النوع من الميكروبات، روحي تعاملي معاها. كمان الخلايا الباقيه في الاتجاه الاخر تنشطها لكي تنتج من الاجسام المضاده اللي هتذهب وتتعامل مع هذا الميكروب الحر اللي موجود في سوائل الجسم. يبقى ده برضو زياده في التوضيح لدور هذه الخلايا مع بعضها في تنظيم الاستجابه المناعيه. لو تخيلنا بقى الخلايا الكابحه موجوده هنا على جنب منتظره هذا العمل ينتهي عشان ترسل اشاراتها الايه المثبطه او الكابحه حتى يقل افراز هذه السيتوكينات ويقل نشاط هذه الخلايا، ثم تبدا المناعه في العوده لوضعها الطبيعي المستقر في انتظار احداث جديده. يبقى ده ببساطه لمينا كل او جمعنا كل المنظومه دي مع بعضها. ان شاء الله تعالى نبدا في الحديث عن الجزء الثاني من المناعة المكتسبة وهو الخاص بالمناعة المكتسبة الإفرازية أو السائلة. نبدأ الآن الحديث والشرح بالجزء الخاص من الاستجابات المناعية المكتسبة الإفرازية أو السائلة، بعدما شرحنا ببعض التفاصيل الآليات الأساسية للاستجابات المناعية المكتسبة بالخلايا الوسيطة ودور خلايا تي الليمفاوية المختلفة في تعظيم الاستجابات المناعية، ثم إشراكهم خلايا بي الليمفاوية في استكمال اكتساب المناعة التكيفية بخلق ذاكرة مناعية وإنتاج أجسام مضادة، وهذا سأتحدث عليه ببعض المعلومات الآن. ما هو دور خلايا بي الليمفاوية؟ تتميز هذه الخلايا بأنها ذات قدرة على إنتاج وإفراز مواد جلايكوبروتينية، وهي مواد بروتينية متحدة كيميائيا مع مجموعة سكر تسمى أجسام مضادة. ده وصف كيميائي لتركيب الأجسام المضادة الأنتي بوديز، وبعض الكتب بتسميها الأميونو جلوبيولين، وذلك كرد فعل على دخول مسبب مرض أو مادة غريبة إلى الجسم. وترتبط هذه الأجسام المضادة بمسبب المرض أو بالمادة الغريبة وتساهم في تدميره بطرق متعددة هنشرحها مع بعض. تنتشر هذه الأجسام المضادة في سوائل الجسم، عشان كده احنا بنقول مناعة سائلة أو إفرازية. الخلوية بتعمل دور والسائلية بتعمل دور، لأن الجسم مكون من خلايا وسوائل محيطة بهذه الخلايا وسائلين رئيسيين الدم والليمف، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلق مكونات لجهازنا المناعي تدور وتصل إلى كل خلايا الجسم من خلال المرور في هذه السوائل أو الوصول إلى الخلايا نفسها المصابة في أماكن
العدوى وعمل الاستجابة المناعية، مثل بلازما الدم والليمف والسائل بين الخلوي والإفرازات الخارجية مثل الدمع والعرق والحليب. لذلك سمي رد الفعل المناعي هذا برد فعل إفرازي، أي رد فعل بواسطة سوائل الجسم أو ما يدور في سوائل الجسم بمعنى أدق. يرتبط الأنتيجين بعد دخوله الجسم مع خلايا بي السابق برمجتها في نخاع العظم، وده شرحناه، يعني خلايا جاهزة ناضجة مبرمجة تستطيع أن تنشط في حالة ارتباطها مع الأنتيجين. بعد هذا الارتباط تبدأ خلايا بي في الانقسام اللي هو بقى الانقسام الخضري لتكون خلايا إضافية، ويحدث تميز أو تشكل لخلايا بي أخرى لتصبح خلايا بلازمية، هي دي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة. بها شبكة إندوبلازمية خشنة واضحة تقوم بتصنيع الأجسام المضادة. طلاب الشطار عارفين وظيفة الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، يعني ملتصق بها ريبوزومات، وهي المحطات التي يتم فيها تكوين البروتينات المختلفة بناء على أوامر يتم إصدارها من النواة، وخصوصا من الدي إن إيه من خلال الحامض النووي الريبوزي الماسنجر الرسول، حتى يتم إنتاج بروتينات. وإحنا قلنا إن المواد دي عبارة عن إيه؟ مواد جلايكوبروتينية، يعني أساسها بروتينات ومرتبط بيها مجموعة سكر. يبقى لازم توجد شبكة إندوبلازمية خشنة واضحة، ودي بتتميز بيها البلازما سيل، لكن خلايا بي الأم لا تتميز بيها. ولذلك سبحان الله يحصل خلايا بي الأم ليها وظيفة التعرف وبداية النشاط، ثم تحول وتميز إلى خلايا أكثر تخصصا بها تراكيب أكثر انتشارا مثل الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، عشان تقوم بتصنيع الأجسام المضادة متخصصة لميكروب محدد. ثم يتم إفراز هذه الأجسام المضادة من الخلايا البلازمية إلى الدم والليمف، حيث تدور بهما إلى أن تقابل النوع من الانتيجينات الحرة اللي ارتبطت بالخلايا الأم مسبقا. ترتبط بيه بقى هذه الانتيجينات، سوري، هذه الأجسام المضادة، وترتبط بيها ويتم التحكم في وسائل تدميرها بطرق مختلفة هنعرضها مع بعض. ببساطة شديدة بشكل التوضيحي، أدي غشاء خلية بي عبارة عن غشاء عليه إيه؟ عليه المستقبلات اللي هي شكل أجسام مضادة، شكل اللي بتنتجها الخلايا البلازمية. خلاص، دي المستقبلات اللي هتتعرف على مين؟ على الجسم اللي هيكون غريب أو أنتيجين. أدي البكتيريا ارتبطت بيها الأجسام المضادة المربوطة بغشاء الخلية الأم، حصل تنشيط هنا، والتنشيط بيلعب فيه زي ما قلنا الخلايا التائية المساعدة دور بواسطة السيتوكينات، وبالتالي هذه الخلية تتميز وتفرز لي مجموعة أو تكون مجموعة من الخلايا البلازمية شكل مختلف، هذه الشبكة الإندوبلازمية الخشنة كثيرة في العدد والحجم، عشان تنتج مصانع لإنتاج المواد البروتينية السكرية دي اللي هي سوري الأجسام المضادة، اللي هترتبط بعد كده مع مين؟ مع البكتيريا اللي ما زالت تسبح في سوائل الجسم، أو ما زالت حرة طريقة تبحث عن خلايا تصيبها وتقوم بنشر العدوى. هنشوف مع بعض أكثر من صورة توضيحية لهذا الأمر. كيف تحدث الاستجابة المناعية المكتسبة؟ الاستجابة المناعية المكتسبة الخاصة، خصوصا الخاصة بموضوع تكوين الأجسام المضادة، هنتكلم عليها في جزئية بسيطة جدا عشان نوضحها لطلابنا الكرام. في تفاعل أول أو الاستجابة الأولانية، اللي هي أول مرة الأنتيجين هيخش جسمنا، أول مرة جسمنا هيتعرف على هذا الأنتيجين لم يتم العدوى بيه من قبل، ده بنسميه التفاعل الأول أو الأولي أو الاستجابة الأولية ضد الأنتيجين، يكون بطيء وضعيف. هذا التفاعل الأول بما إنه يستلزم خطوات زي ما إحنا شفناها تستغرق عدة أيام، فالتفاعل هنا بيكون بطيء. هذا التفاعل البطيء يحدث أثناءه شعور بأعراض مرضية مختلفة حسب نوع الأنتيجين، وذلك إذا قارناه بالاستجابة التالية اللي هي الاستجابة التانية اللي هي الإصابة المتكررة اللي نتج عنها تفاعل من مناعة مكتسبة وتكوين ذاكرة، هيكون في الاستجابة التالية الاستجابة أسرع وليست بطيئة أو ضعيفة، وده هنشوفه مع بعض. الأنتيجين الداخل للجسم لأول مرة اللي هو في الاستجابة الأولانية، الاستجابة الأولى، يحفز حدوث استجابة مناعية، دي بداية التحفيز،
وهذه الاستجابة الأولية تكون بطيئة وضعيفة نسبيا، حيث لا تبدأ تركيزات الأجسام المضادة في الارتفاع، يعني نسبتها في الدم بتكون قليلة في البداية، وتستغرق عدة أيام لتصل إلى الكمية المناسبة والتركيز الكبير للقضاء على الأنتيجين تماما، إلا بعد بداية الأسبوع الثاني تقريبا من اكتشاف الأنتيجين الدخيل. يعني تقريبا بناخد أسبوع نعمل فيه استجابة بطيئة وضعيفة عشان نحضر أنفسنا، ده الخلايا بتكلم باسم الخلايا، حتى يتم إنتاج كميات كافية من الأجسام المضادة. السبب إيه؟ السبب في هذا التباطؤ، هو مش تباطؤ ولكنها عملية حيوية تستغرق بعض الوقت. سبب هذا التباطؤ هو أن خلايا بي تحتاج لوقت حتى تتكاثر لكي تكون أعداد كافية من الخلايا البلازمية اللي هي المصانع وحدات الإنتاج اللي هتنتج لي مين؟ اللي هتنتج لي أجسام مضادة بنسب عالية. تصل مستويات الأجسام المضادة في الدم لأقصاها عند نهاية الأسبوع الثاني. يبقى بداية الأسبوع الثاني بداية إنتاج، نهاية الأسبوع الثاني نصل لأقصى عدد وأقصى تركيز من الأجسام المضادة تقريبا، ثم تنخفض في الأسابيع الثلاثة التالية للإصابة الأولى عشان خلاص الجسم استوفى احتياجه من هذه الأجسام المضادة. كل هذا يفسر لنا لماذا يحتاج الناس من 7 ل 10 أيام لكي يتغلبوا مثلا على فيروس البرد أو الأنفلونزا. تظهر أعراض ورشح وسخونية وتعب في الجسم، كل ده جسمنا مازال يقوم بعمله لإنتاج الأجسام المضادة. نبص على الصورة الجميلة دي، ادي هنا عندنا برضو نفس المبدأ اللي بنشتغل بيه، خلية أكولة تعرضت لميكروب أحد أنواع البكتيريا، خلاص هذه الخلية بتبتلعه زي ما عارفين الخلية التائية المساعدة بتيجي تاخد جزء من الأنتيجين من خلال مراقب التوافق النسيج الثاني وتتعرف عليه، تنشط هذه الخلية، تخش هذه الخلية المساعدة النشطة في سلسلة من الأعمال. كل ده بياخد وقت، هو قلنا إيه البطء في الاستجابة لإنتاج الأجسام المضادة الكافية للتخلص من هذا الميكروب. الخلية بي في نفس الوقت، خلية بي ما كانتش نشطة، ابتدت خلية بي ترتبط بميكروب يسبح في الدم أو في الليمف، ثم هذا الميكروب هو مشابه زي ما انت في نفس الشكل، نفس الميكروب اللي الخلية الأكولة بتبتلعه، لكن الخلية بي محتاجة تنشيط عشان تفهم هتتعامل مع هذا الميكروب ازاي وايه نوع الخلايا البلازمية اللي تنتجها. ده بيتم بمساعدة الخلايا التائية المساعدة النشطة، وتفرز السيتوكينات اللي قلنا عليها. هذه السيتوكينات تعمل على زي ما انتم شايفين كده، سيتوكينات دخلت جوه شكلها واضح اهي مع جزيئات الميكروب اللي تم التعرف عليه. يبقى هنا هيتم عملية ايه بقى؟ عملية تنشيط هائلة واستنساخ او تميز او انتاج خلايا بلازمية. هذه الخلايا البلازمية فيها الشبكة الاندوبلازمية الخشنة تنتج سريعا مين؟ أجسام مضادة. ده بيبدأ عندنا في أول الأسبوع الثاني من الإصابة بهذا الميكروب الأول من نوعه، ثم تخرج هذه الأجسام المضادة متحفزة تسبح في الدم تبحث عن هذا الميكروب الحر وتبتدي إنها ترتبط بيه، وهنشوف آليات التخلص منه. كذلك لا ننسى مع الخلايا البلازمية، أنا عايز أحط خلايا على جنب كده تسمى خلايا الذاكرة البائية، اللي هي لو الميكروب ده بقى جه مرة تانية هتكون الاستجابة التالية أو الإصابة المتكررة أسرع، مش هحتاج الخطوات دي كلها. أنا كل اللي هحتاجه إن خلايا الذاكرة ترتبط مع الميكروب اللي دخل معايا مرة تانية بالأنتي بودي اللي هو بقى عارفه وحافظه، خلاص فهم، هيخرج لي خلايا بلازمية سريعة تخرج أجسام مضادة ولا أشعر بأعراض المرض، أو ممكن أشعر بأعراض خفيفة. دي صورة بسيطة أو مكبرة لخلية بلازمية عشان نشوف الشبكة الأندوبلازمية الخشنة اللي بتملأ السيتوبلازم، لأن ده اللي هو إيه خطوط الإنتاج عشان أنتج كميات كبيرة من هذه الإيه الأجسام المضادة المتخصصة. هذا الكيرف أو هذا الجراف بيظهر لي بيانيا الوضع اللي إحنا بنتكلم عليه. هنا عندي في المحور الرأسي مستوى الأجسام المضادة اللي هو في الاتجاه ده، يعني ترتفع. هنا عدد الأيام أو الفترة الزمنية من الإصابة الأولى والإصابة الثانية. لو أنا دخل جسمي أنتيجين هسميه أنتيجين إيه؟ ده أول مرة يخش جسمي، أول مرة يخش جسمي طبعًا لسه مستوى الأجسام المضادة مفيش تقريبًا، لأن إحنا بنتكلم على إيه؟ لسه الاستجابة المناعية بتتعاظم وهنفهم إيه نوع الأنتيجين إيه؟ ده مرحلة تكوين الأجسام المضادة، المنطقة دي مرحلة التكوين للأجسام المضادة.
هنا تبدأ الاستجابة الأولية تقريبا في اليوم السابع أو في بداية اليوم الثامن، تمشي في الكبد يبتدي يطلع الاستجابة الأولية اللي هي مزيد من الأجسام المضادة تظهر في البلازما الدم وفي الليمف، وتبدأ في محاربة مين؟ الأنتيجين إيه. تمام، هنا ناخد عندنا الكيرف يطلع لأعلى مستوى له وينزل تاني، قلنا في الثلاث أسابيع التالية للأسبوع التاني. تبدأ بعد كده في الأيام دي لو حصل إصابة متكررة من الأنتيجين إيه اللي هو بيمثله باللون الأزرق الفاتح ده، دي الاستجابة الثانية. شوفوا الاستجابة الثانية هيكون فيها مستوى إنتاج الأجسام المضادة دي يتضاعف وبسرعة، الكيرف طالع بسرعة ما خدش الوقت ده كله. يبقى هنا في خلال يوم أو يومين الكيرف طلع عندنا عشان يديني استجابة ثانية سريعة ويقضي على الميكروب تماما في أسرع وقت ممكن. هنا حاطط لي باللون الأصفر بيديني مثال إن دخل مع الأنتيجين A أنتيجين B اللي هو جديد بقى، واحد جديد دخل الأنتيجين B مع الأنتيجين A. الأنتيجين B هيمر زي الأنتيجين A بمرحلة، ملناش دعوة ما أقولش أنا عندي أجسام مضادة بقى تشتغل على الاتنين، لا ما عنديش أجسام مضادة عن B. بيبدأ المرحلة نفسها بتاعت المرحلة الأولى ويبدأ في الاستجابة الأولانية وتستمر هذه العملية مع كل ميكروب مع الوقت. أرجو أنها تكون واضحة شبابنا الكرام. ما زلنا مع شرح لآلية المناعة المكتسبة وتكوين الذاكرة المناعية وتركيز الأجسام المضادة في الإصابة الأولى والثانية. عندما يدخل أنتيجين الجسم مرة ثانية نسميها بقى الإصابة المتكررة، يستجيب الجهاز المناعي بسرعة أو بدرجة أكبر، وهذا يسمى بالاستجابة الثانية. في هذه الحالة يرتفع تركيز الأجسام المضادة بالجسم بدرجة كبيرة بعد يوم أو يومين من دخول الأنتيجين إلى الجسم، لذا يتم تدميره بسرعة أكبر من المرة الأولى، مما يمنع تكرار حدوث أعراض المرض. لا نحدث أو لا تحدث أعراض إلا ممكن تكون أعراض خفيفة جدا. السبب في ان الاستجابه الثانيه اكثر سرعه هو مين بقى؟ خلايا الذاكره اللي اتكونت في المره الاولى التي تم انتاجها في الاستجابه الاوليه. برضو رسم بياني جميل، هنا عندنا في الكيرف الراسي ده او في العمود الراسي مستوى برضو الاجسام المضاده ده كده ترتفع. هنا عندي عدد الايام اللي بقيس فيها الاجسام المضاده هنا خاص بتكوين الذاكره المناعيه. لو حصل عندي فيرست اي جي اكس اللي هو الميكروب سميناه اكس هنا، التعرض الاول لهذا الانتيجين بيبتدي مع التعرض الاول لهذا الانتيجين اللي هو الاستجابه الاولانيه اللي قلنا بتاخد لها الفتره الاولى، واثنائها تتكون الذاكره المناعيه اللي بتكون جاهزه في ايه بقى يا شباب؟ اللي تكون جاهزه في حاله الاصابه الثانيه بنفس سكند اي جي اكس، هو نفسه الاكس اللي دخل عندي. هنا عندي الذاكره المناعيه بقت نشطه عشان تطلع لي نوع معين من الاجسام المضاده يسمى الاي جي الاي جي جي وهو الاكثر تركيزا في جسمنا، وفي نوع اسمه الاي جي ام. النوعين دول هم اللي بيكونوا دائما وابدا بيتم افرازهم عشان يواجهوا معظم الميكروبات اللي بتصيبنا من الاجسام المضاده. يبقى ده جسم مضاد تعاظم، هنا كان كميته صغيره هنا كميته كبيره في المره الثانيه واسرع عشان يحصل ايه؟ استجابه و تخلص من الميكروب ذاته اللي أصابني المرة الأولى. تتكون خلايا الذاكرة هذه نتيجة انقسام خلايا بي مكونة عدد كبير من خلايا بي الليمفاوية الخاصة بهذا الجسم اللي هو الغريب، وتتشكل خلايا الذاكرة نتيجة من الانقسام مكونة خلايا بلازمية عديدة التميز بسرعة في إنتاج أجسام مضادة لهذه الأنتيجينات. ملحوظة، الحماية المناعية تبقى في الجسم لمدة 20 عام. الحمايه المناعيه اللي اكتسبتها هنا تفضل معايا 20 عام، تمام؟ او اكثر حوالي تقريبا. وهذا يفسر لنا عدم اصابه الافراد ببعض الامراض الى اصابتهم خلال مرحله الطفوله كالتهاب الغدد النكفيه او الجدير. يعني الاطفال لو حد اصيب ما خدش تطعيم لبعض الامراض زي الحصبه او الجديري او لو اصيب بيه وهو صغير ما يصابش بيه تاني، ممكن يلاقي ناس حواليه عماله تصاب وهو ما يصابش بيه تاني، او موجود بكثره المرض وهو ما يصابش بيه تاني. ليه؟ لان عنده ذاكره مناعيه لسنوات طويله الحمد لله تم تكوينها وتستجيب. هو الميكروب جالي ودخل جسمي ولكن لا اشعر باعراض الجديري او الحصبه اللي شعرت بيها في المره الاولى، لان جسمي عنده ذاكره مناعيه واجسام مضاده استطاع التعامل معها تماما. برضه رسم بياني جميل لطلابنا الشطار،
الاستجابة الأولية تكوين الأجسام المضادة والخلايا التائية الفاعلة اللي هي بتخلي لي جسمي يعمل حالة من حالات المساعدة في إنتاج الأجسام المضادة التي سيل مع الأنتي بودي، ده الفيرست اكسبوجر. الاي ابيرد اللي هو الاصابه، اعاده الاصابه او اصابه مستتره في الاسابيع الاولى، بيكون ده حجم او مستوى التفاعل معها، ده منطقه الحمايه المناعيه، يبقى دي الاستجابه الاوليه لميكروب محدد. نفس الميكروب لو جه اثناء اسابيع قليله من الاصابه الاولى فاصبح عندي حمايه مناعيه. ثم المرحله الثالثه اللي هي الذاكره المناعيه التي تستمر لسنوات، استجابه تكون شارب وسريعه وقويه جدا، ولا يحدث عندي او يحدث اعراض قليله جدا جدا. ودي تدرج الايه الاصابه والاستجابه المناعيه المكتسبه، ما بين استجابه اوليه ثم حمايه مناعيه اثناء الاستجابه الثانيه او المتكرره، ثم منقطع ما فيش اصابه مده سنين طويله، ثم جت الاصابه فجاه او الميكروب نشط تاني فجاه، هو نفس الميكروب اللي كان هنا هو جالي بعد سنوات، فكنت عندي الذاكره المناعيه موجوده من خلال الايه الخلايا الذاكره اللي بتنشط سريعا وتشكل خلايا بلازميه فاهمه هي هتشتغل مع مين. الآن هنقوم بشرح بعض الصفات وطريقة عمل الأجسام المضادة اللي بدأنا الشرح والكلام عنها كجزء أساسي في المناعة المكتسبة الإفرازية أو السائلة. الأجسام المضادة كما ذكرنا هي جلايكوبروتينات من ناحية كيميائية، تنتمي إلى فئة البروتينات المسماة جلوبيولينات أو إميونوجلوبيولين. الجلوبيولين بيلعب فيها دور بروتين مهم يتكون في الليفر، وهي جلوبيولينات مناعية. ده اختصارها نحفظه الاي جي، الاي من الاميون، جلوبيوم من الجلوبيولنت، وهي قادره على التعامل والتفاعل بنوعيه وتخصصيه عاليه مع الانتيجينات الخاصه طبعا التي تستحس وتحدث انتاج هذه الاجسام من خلال الخطوات اللي احنا شرحناها. هناك ملايين من الاجسام المضاده المختلفه موجوده في الدم، ملايين، كل منها حساس لمسبب معين. سبحان رب العالمين. سبب يعني انتيجين معين او ميكروب معين. توجد عده فئات من الاجسام المضاده تختلف في تركيبها الكيماوي وتركيزها في البلازما ومكان تاثيرها ووظيفتها. يبقى الخمس انواع دول في اختلاف الشكل، هنشوف شكل واحد قريب من بعضه، ولكن تكوين التركيب الكيماوي الشكل النهائي وتركيزها في البلازما ومكان تاثيرها ووظائفها هو اللي فيه بعض الاختلافات. هذه الفئات من الاجسام المضاده خمسة، يختلف كل منها الآخر اختلافا بسيطا، هنتعرف عليها ونحفظها. الاي جي ام، الاي جي جي، الاي جي اي، الاي جي اي، والاي جي دي. نحفظهم اي جي ام، اي جي جي، اي جي اي، اي جي اي، اي جي دي. هما دول الخمس انواع فقط الموجودين عندي. اكثرها تركيزا في بلازما الدم هو مين؟ الاي جي جي. فاكرين الشكل اللي احنا كنا لسه شايفينه الكيرف او رسم بياني، لما قلنا الاي جي جي هو اللي بيطلع، لانه ده اكثر الأجسام المضادة تفاعلا مع معظم الميكروبات وأكثرها تركيزا في الدم والسوائل العامة. آدي هنا صورة توضيحية ليهم. عندي الشكل الأساسي اللي هو الشكل المفرد اللي هو شكل حرف الواي بالإنجليزي. هذا الشكل يمثله ثلاث أنواع أي جي دي، أي جي إي، أي جي جي. وكل اختلاف في إيه؟ في التركيب الكيميائي الداخلي. في شكل مزدوج، يعني وحدتين من دول ارتبطوا مع بعض بالرابطة دي. ده بيسمى شكل مزدوج، وده نوع واحد اللي هو الاي جي اي. شكل خماسي، يعني ده منه خمس انواع ارتبطوا مع بعض برابطه كيميائيه، وده بيكون قوي وفعال لانه يستطيع ان يرتبط باكثر من ميكروب، ده يرتبط باثنين، ده يرتبط بواحد. هنا عندي هذا الشكل الخماسي اشكال تواجد الاجسام المضاده اللي هو الاي جي ام. برضه دي الصوره بنوضح فيها الخمس اشكال اللي احنا قلنا عليهم الاصناف. ده الشكل اللي هو الجزيئي، الشكل الجزيئي، شايفين سبحان الله بيتكون من سلاسل بروتينية ومعها بعض السكريات، بيديله ثبات هذا الشكل اللي هو في تحور في بعض المناطق تبعا لنوع الجسم المضاد، وده اللي هنشوفه مع بعض في الصور التالية. ما زلنا مع شرح الأجسام المضادة. كل جسم مضاد من الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليهم يتكون من أربع سلاسل بيبتيدية ترتبط مع بعضها بروابط ثنائية
ثنائية الكبريت دي الرابطة اللي بيرتبطوا بيها مع بعض، اللي هي الأربع سلاسل البيبتيدية، منها سلسلتين صغيرتين تنجذل مع سلسلتين كبيرتين وتكون جزيء على شكل حرف واي، اللي هو الجزيء اللي قدامنا ده. ده رسم تخطيطي للتركيب الداخلي لهذه الجزيئات. عندي الأربعة سلاسل دول سلسلتين خفيفتين متماثلتين. السلسلتين الخفيفتين اللي هم باللون الأصفر دول، دي واحدة أهو ودي واحدة أهي، دول السلسلتين الإيه؟ الخفيفتين. وسلسلتين ثقيلتين اللي هم باللون البنفسجي دول، اللي هم الدراعين دول اللي بيثبتوا الإيه؟ الجسم المضاد. يبقى سلسلتين خفيفتين وسلسلتين ثقيلتين من المواد البيبتيدية أو الروابط البيبتيدية المربوطة مع بعضها بالروابط الكبريتية اللي احنا شايفينها. طبعا عندنا الشكل العام الأساسي زي العمود بتاع البيت كده، ده بنسميه منطقة ثابتة، وعلى طرف الجسم المضاد اللي هو باللون الأحمر ده بنسميه منطقة متغيرة. هنا المفتاح، المنطقة المتغيرة هي المفتاح لوجود ملايين من الأجسام المضادة. كل جسم متخصص في الارتباط مع ميكروب معين. ليه؟ لأن المنطقة دي متغيرة وتتغير بشكل الميكروب، وبالتالي تصبح مناسبة لنوع واحد من الأنتيجينات أو الميكروبات اللي هي مواقع ارتباط الأنتيجين. نشوف صورة أوضح كمان. نهاية كل من الطرفين المكونين للشكل واي يكون على شكل نتوء اللي هو هنا، أو تجويف متماثل يعمل كمنطقة أو ارتباط لمولد الضد اللي هو الأنتيجين المحدد. تعتمد نوعية الجسم المضاد على شكل هذا النتوء أو هذه المنطقة المتغيرة أو التجويف، وصفات المجموعات الكيميائية المبطنة لجداره اللي هي ترتبط بكفاءة مع أنتيجين محدد. ولهذا فإن هذه التجاويف لها أهمية كبيرة في تحديد نوعية وتخصص الجسم المضاد ضد مين؟ ضد أنتيجين معين. يبقى هي دي المفتاح بتاع الأنتيجين. شايفين المنطقة؟ هنا الصورة دي أرجو إنها تكون واضحة، معلش حطينا صورتين مع بعض. أدي الجسم المضاد بس هنا مركزين على المنطقة المتغيرة. نشوف عندي هنا في المنطقة المتغيرة الشكل ده يستطيع الارتباط مع الأنتيجين ده فقط لأنه متوافق معاه تماما، لكنه لا يستطيع الارتباط مع الأحضر الأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو البنفسجي. ليه؟ لأن الشكل هنا إيه؟ ما ينفعش يرتبط بيهم. لكن ده الأخضر ده هلاقي له جسم مضاد يتوافق معاه، والأحمر جسم مضاد يتوافق معاه، وهكذا. موقع ارتباط الأنتيجين هو المفتاح لوجود أجسام مضادة متخصصة لملايين الأنتيجينات، سبحان رب العالمين. وده بيتم برمجته على فكرة، وشرحنا ده، لا ما شرحنا، شرحناه في مقرر آخر لطلاب الدراسات العليا. بيتم من خلال برمجة على جينات مسؤولة داخل الخلايا الجسمية عندي وأثناء تكون الخلايا المناعية من نخاع العظم. ده موضوع كبير، نبقى لو كان في فرصة نشرحه مع بعض، لكن هنا مجرد إن احنا نشوف هذا الأمر نقول سبحان الله ونستعجب إن هذه التجاويف لها أهمية كبيرة، تجاويف قصدنا اللي هي دي المنطقة المضافة دي، في تحديد نوعية وتخصص الجسم المضاد. ده بقى مضاد لمين؟ ده مضاد لده، لكنه مش مضاد لده ولا مضاد لده. يتم تقسيم الأجسام المضادة إلى فصائل اعتمادا على الاختلافات التي توجد في المنطقة الثابتة. كمان المنطقة الثابتة ليها أهمية، بنقسمها لفصائل لعشان اختلاف هذه المناطق كيميائية في جزيء الجسم المضاد على السلسلتين الثقيلتين. نخش في تفاصيلها معاكم يا طلابنا الكرام في محتويات هذا المقرر. كيف تعمل بقى؟ قلنا تركيبها وبنيتها بتعمل ازاي؟ طبعا احنا كلنا قلنا بعد ما بيتم انتاجها من الخلايا البلازميه بتنتشر على طول في سوائل الجسم لان هي سائليه. ومهمتها تبحث عن الانتيجينات الحره التي تسبح في السوائل، سواء دم او ليمف او سوائل بينيه ما بين الخلايا لسه منتظره تخش داخل الخلايا. فهي بتسبح، مهمتها الاولانيه هي متبرمجه تمسك مع مين؟ تمسك مع الميكروب ده. طب شافت ميكروب تاني ملهاش دعوه، اللي هتطلع له اجسام مضاده خاصه بيه، وهكذا. المهم هي هتعمل ازاي بعد ما بتمسك فيه؟ هل بتمسك فيه وبس ولا بعد ما بتمسك فيه بيحصل ايه؟ الاجسام المضاده تعمل في اربع اتجاهات لتدمير الانتيجين اللي هي بتمسك فيه او بترتبط بيه. هذه النوعيات الاربعه هنقول مع بعض باختصار.
اول عمليه، عمليه التحييد او المعادله، ان انا عايز احيد الانتيجين ده، يعني افقده القدره على الدخول لاحد الخلايا الجسميه، حيث ترتبط الاجسام المضاده مع الميكروب بحيث تيجي تماما لتمنعه من الارتباط مع مستقبلات اغشيه الخلايا الجسديه اللي هو عايز يخترقها ويعمل فيها عمليات التكاثر. وبهذا يتم منع الميكروب من دخول الخليه المستهدفه. نبص كده مع بعض، ادي الجسم المضاد المتخصص بهذا المسبب للمرض، بهذا الميكروب يستطيع الارتباط به، بيحوطوه من كل جانب حتى لا يستطيع الولوج او الدخول الى النسيج المستهدف او الخلايا اللي قاعده في حالها بتشتغل بتعمل وظيفتها العاديه، وده عايز يخش خلاص انا كده احط من كل جانب اصبح يوزلس او لا حيله له. يبقى هنا الاجسام المضاده توقف وتمنع نشاط مسبب المرض. وعمليه التحييد هذه تساعد ايضا في تدمير السموم البكتيريه، حيث تحيط الاجسام المضاده تماما بالبروتين السام. لو انا دي بكتيريا وبتفرز سم كمان، يعني هي ميكروب وعماله تفرز لي سموم، السموم ممكن كسائل تدخل فين؟ تدخل برضه في الخلايا، هو ما نجحش بس السموم تنجح. برضه سبحان الله الاجسام المضاده تستطيع ان تحيط بهذه السموم السائله لانها زيها برضه في التركيب قريبه منها، ولذلك تفقدها الايه؟ العمل بتاعها. وبعد ذلك تقوم الخلايا الكبيره الملتهمه، الخلايا الملتهمه دي اللي مهمه في كل حاجه، تقوم بابتلاع السموم والميكروبات التي تم تحييدها. يعني زي ما هنشوف بعد كده في الشريحه القادمه. هنا خلاص الاجسام المضاده احاطت بالميكروب. هنا توقف عمل الميكروب واصبح لا حيله له. لكن لسه في خطوه تدميريه نهائيه، ده كله يروح لاقرب خليه اكولة تلتهمه وتخلص عليه تماما. هنشوف مع بعض الوسيله الثانيه اللي هي التجميع. ايه التجميع؟ في هذه الاليه يتم تجميع الانتيجينات ومعها الاجسام المضاده في شكل كتله، يعني عمليه تجلط، يجمع الانتيجينات او مسببات المرض يربطهم مع بعض في رابطه كبيره زي الجلطه الدمويه كده. كده بيعملها ايه؟ برضه بيفقدها حريتها في الحركه، ويفقدها كفاءتها في اختراق النسيج المستهدف. الاجسام المضاده تقوم بتجميع عدد من مسببات المرض في شكل كتله، وبذلك يتم وقف نشاط الانتيجينات، ويحدث ذلك في حاله مقدره الجسم المضاد، اذا كان بقى هذا الجسم المضاد متخصص انه يربط اكتر من جزيء مع بعضه، يعني يتفاعلوا مع بعض الاجسام المضاده ويتعاونوا في عمل زي ما بقول كده فريق ل التغلب على مجموعة من مسببات المرض مع بعضها. وبيتميز في هذا، نقول تاني نقرأ، في حالة مقدرة الجسم المضاد، وده بيبقى الاي جي ام اللي هو بخمس أذرع، عرضت أكثر من الأنتيجين واحد، فمثلا يستطيع جزيء واحد من الجسم المضاد الاي جي ام من الارتباط من 10 أنتيجينات مما يجعلها تتكتل مع بعضها، وبعد ذلك تزال الأنتيجينات المتجمعة في الدم والسوائل الجسم بواسطة برضه الخلايا الملتهمة زي ما هنشوف. يبقى أول طريقتين تحييد ومعادله افقاد القدره على حريه الحركه، نفس الطريقه ولكن مع انتيجينات اكتر مش واحد بس، بنعمل تجميع ليهم ونعملهم زي كتله، بعد كده يتم التصرف مع الخلايا الاكولة. لسه عندنا طريقتين من عمل الاجسام المضاده. الطريقه الثالثه طريقه الترسيب، ودي مع السموم والمواد الزائبه، وفيها تقوم الاجسام المضاده بتحويل الانتيجينات الزائبه كالبروتينات، مادة زائبة ملوثة، سم بكتيريا، مادة سمية ابتلعها أو تم حقنها أو انتقلت دخلت دايبة في الجسم، يعني مش كائن حي. هنا الأجسام المضادة بتعمل إيه؟ بتعمل نوع من الارتباط بهذه الأنتيجينات الزائبة وترسبها، تعمل لها زي راسك، تعالي أنت دايبة وعمالة تجري في الدم كده، أنا آسف في التعبير، عمالة تسبحي في الدم بسرعة كبيرة، لا تعالي هنا هرسبك عشان اجمعك كده مع بعض واقدر ان انا اخدك ككتله تراها، لان هي زي بقى الخلايا الاكوله مش عارفه تراها، الخلايا الاكوله عم بتشوف الحاجات اللي ليها حجم معين، فدي مش قادره تشوفها لانها دايبه، فتجمعها وتعمل لها راس بكتله عشان الخلايا الاكوله تشوفها برضه، الى صوره غير زائبه ما يؤدي الى ترسبها ومن ثم التهامها برضه بالخلايا الاكوله. اخر حاجه التعاون مع جهاز المكمل اللي هو جزء من المناعه الطبيعيه، هنا له دور مع المناعه المكتسبه، وفيها تساعد الاجسام المضاده على تخليص الجسم من البكتيريا عن طريق تنشيط النظام المكمل، بتنشطه، وده احنا عارفينه بيعمل ثقوب في الخلايا الميكروبيه او الخلايا المصابه بالميكروب. هذا النظام عباره عن مجموعه من البروتينات والانزيمات اللي بتعمل كجزء من الاستجابه المناعيه غير متخصصه او الطبيعيه ضد الانتيجينات.
بنستخدمه معانا في المناعة المكتسبة، بينشطه الأجسام المضادة، يتم تنشيط نظام المكمل عن طريق معقد الأنتيجين والجسم المضاد. زي ما احنا شايفين كده الأجسام المضادة جت وارتبطت على جسم أو غشاء الميكروب، ثم ارتبطت من الذراع اللي هو الأساس بتاعها اللي هو العمود بتاعها اللي هو الجزء الثابت بإنزيمات المكمل عشان تفهمه تعالى هنا في مشكلة، ده ميكروب، فيجي يبتدي تنشط الإنزيمات ببساطة شديدة وتحدث ثقوب في غشاء الميكروب اللي مرتبط عليه مين؟ الأنتي بودي اللي قام بتعريف الإنزيمات بإن عندي هنا مشكلة معينة، فينغمس في غشاء البكتيريا البلازمي ويحدث ثقوب ويحدث تضخم وتنفجر هذه البكتيريا نتيجة تنشيط جهاز المكمل عن طريق مين؟ عن طريق الأجسام المضادة اللي ارتبطت بغشاء الميكروب. تقريبا الأربع آليات اللي بيقوم بيها الجسم المضاد بالتعامل مع الميكروبات، سواء التحييد أو تكوين كتلة أو ترسيب أو تنشيط المكمل، هذه الأربع جزيئات يلزمها عمل نهائي أو إتمام العمل أو إكمال العمل. مين بقى الخلية الكبيرة بتاعتنا اللي هي الخلية الأكولة؟ سواء حصل عندي تحييد اللي احنا قلناه حاطة اهو بأشكال مختلفة الميكروبات، أو تجميعهم في كتلة، أو ترسيبهم زي المواد الزائبة، أو اشتغلنا مع المكمل. هنا بيحصل إيه في الثلاث حالات دول؟ الثلاث حالات دول خدنا كده كل نوع من أنواع مسببات المرض ومسببات الأذى، خدناهم ورحنا بيهم على المكنسة بتاعتنا، ده اسمها العلماء سموها اللي هي بتنضف كل حاجة، الخلايا الأكولة اللي هي هتلتهم كل دول بالأجسام المضادة اللي هم رابطينها، وبالتالي مساعدة للخلايا الأكولة زي ما الخلايا الأكولة ساعدتنا في إن إحنا نعرف مين الميكروب، هي كمان بتساعدنا في إنهاء هذا العمل. المكمل بيعمل تحلل الخلايا عن طريق إحداث الثقوب اللي قلناها والانفجار. كده إتمام العمل. يمكن عندنا شريحة أخيرة بتوضح الدور بتاع الخلايا الأكولة أو البلعومية. ما قلنا ارتباط الخلية الليمفاوية البائية بالأنتيجين وإنتاج الأجسام المضادة، ارتباطها بأحد الوسائل اللي قلنا عليها سواء تحييد تجميع ترسيب، هنا قريب على طول مني خلايا أكولة تقوم بالتهامها وتحللها ومن ثم خلصنا القصة كلها بتعاون وثيق في استجابة مناعية هائلة إعجازية ما بين خلايا مختلفة وإفرازات مختلفة، ثم تقديم هذه الميكروبات لخلايا تنهي هذا العمل، وده تعاون الخلايا الليمفاوية البائية مع الخلايا الأكولة للتخلص من أنتيجين محدد، وما زلنا بنركز على هذا الأمر. بعض الخلايا الليمفاوية البائية تنشط لتنشيط لتنتج أجسام مضادة خاصة مثل الجسم مضاد أي جي إي لتدمير سموم الطعام، وده الأي جي إي متخصص في المواد الزائدة. أرجو إن تكون الأمور واضحة كده بالنسبة لإيه؟ لعمل الأجسام المضادة، تركيبها وعملها ببساطة شديدة لطلابنا الكرام. آخر جزء عندنا في المحاضرة هندي نبذة بسيطة عن اللقاحات أو التطعيم، بما إننا خلاص شرحنا آليات المناعة المكتسبة، وإن لما العلماء فهموا قصة الذاكرة المناعية وتكوين أجسام مضادة وإن ده بيدينا مناعة نكتسبها سنوات طويلة، هل بقى ممكن نعمل لقاحات أو أمصال تحسبا للأمراض اللي بتنتشر انتشار كبير جدا وتؤذي مجتمعات معينة، نقدر نلقحهم أو نديهم تطعيم أو مصل بحيث إن لو الميكروب جه يلاقي جسمنا جاهز، يبقى حتى الاستجابة الأولانية إحنا بنسرع بعملها عن طريق اللقاحات أو التطعيم الفاكسينيشن. يرجع الفضل إلى علم التطعيم الذي تطور كثيرا هذه الأيام إلى القضاء على بعض الأمراض من على وجه الأرض مثل مرض الجديري، وقرب التخلص من بعضها مثل الدفتيريا وشلل الأطفال التي تم القضاء عليها في كثير من الدول، وده بفضل هذا العلم والحمد لله الذي هدانا لهذا. لا شك أن التطعيم يحصل أيضا بشكل طبيعي، اللي هو إيه؟ اللي هو الإصابة بالمرض في حد ذاته، ظهور أعراض المرض على أي حد مننا، هو ده تطعيم، بس التطعيم طبيعي وشرحناه في البداية.
فمن يتعرض لمرض الحصبة وهو صغير يكتسب مناعة مدى الحياة ولا يمرض به ثانية حتى لو الميكروب موجود ودخل جسمه لا يحدث له أعراض المرض. غير أننا لا نستطيع الاعتماد على التطعيم الطبيعي لأن بعض الأجسام لا تستطيع تحمل بعض الميكروبات وتموت، وده كان بيحصل في كان بعض الأمراض في القرون 17 و18 وما قبلها وبداية القرن 19، كان زي مرض شلل الأطفال يجي في مجتمع معين يلاقي 70% 50% من الأطفال والعياذ بالله يولدوا أصحاء، ثم يجي لهم الميكروب ثم يصابوا بالشلل ولا يستطيعوا استكمال حياتهم بصورة طبيعية، وأطفال تانيين جالهم وتغلبوا عليه. إحنا بقى مش هنستنى العملية المفاضلة دي، فالعلم هدانا اللي إحنا نعمل تطعيم صناعي مش تطعيم طبيعي. فبعض الأمراض خطيرة وفتاك ويسبب نسبة مرتفعة من الوفيات بين الأطفال، لذلك فإن أحد الحلول المثلى للوقاية من الأمراض هو تطعيم الأطفال منذ السنة الأولى لحياتهم بجدول معروف عالميًا لبعض الأمراض الأساسية. الفكرة ببساطة أن نحصل على نسخة تم تحييدها من الميكروب المسبب لمرض معين، مرض شلل الأطفال، هنجيب الميكروب ده ونبتدي نتعامل معاه في المعمل بطريقة معينة. بشرط أن يكون هذا المسبب ميتا أو مضاعفا، حاجة من الاتنين، يا الميكروب ده في المعمل نموته يا نضاعفه، يعني نضاعفه نفقده قدرته القوية على إحداث أعراض المرض، يعني ضعيف، يعني هيخش الجسم يدوبك بس أنا عايزه ينشط جهازي المناعي، أو ميت لأنه ميكروب فتاك وخطير حتى تضعيفه في مخاطرة، فهحقنه ميت عشان وهو ميت هو جسم غريب دخل جسم الإنسان فجسم غريب يسبح هنبتدي نتعامل معاه، يبقى الهدف هو تنشيط الآليات اللي احنا اتفرجنا عليها دي، حيث يتم معالجته بواسطة مواد كيميائية مثال فورمالدهيد عشان أضعفه مثلا أو أموته، أو بواسطة الحرارة أحد الوسائل لإحداث هذه الإيه الصفات، وإعطائها للطفل أو الشخص المراد إحداث مناعة ضده زي ما احنا شايفين بندهوله بوسائل مختلفة، في تطعيمات عن طريق الفم، عن طريق الحقن تحت الجلد، عن طريق الحقن في العضل، عن طريق التشريط، كل حاجة وليها حاجة، وده علم كبير جدا، نسأل الله أن يجعلنا ويجعلكم من العلماء في هذا الأمر. تحدث أعراض خفيفة جدا، ممكن حمى لمدة ساعات معينة، حرارة اللي هي بداية المقاومة، بداية المقاومة أو احمرار في منطقة الحقن نفسها، إذا كان بندي حقنة، دي بداية المقاومة ودي لا تخفنا في شيء، بيتاخد معاها بعض مهدئات الحمى وبعض مهدئات الألم، وتاني يوم الطفل بيكون زي الفل لأنه جهازه المناعي ابتدى جوه ينشط مع الميكروب الضعيف أو الميت ويكون لي الذاكرة المناعية الخاصة بهذا الميكروب. والتغيير المرجو منه في بنية أو تركيب مسبب المرض يجب ألا يكون كبيرا، لأنه عندئذ تفقد الذاكرة المناعية فعاليتها ضد مسبب المرض الحقيقي. هنا بقى في حتة مهمة جدا، لو أنا بضعف الميكروب وانا بضعفه بضعف بوسائل محسوبه جدا، يعني بحيث ان انا ما اغيرش تغيير جذري في التركيبه الكيميائيه بتاعته، بحيث لما يجي الميكروب العادي اللي مش مضاعف اللي جالي بقى عدوى من الهواء، عدوى من الطعام، عدوى من شخص، يبقى انا هنا هفاجئ بميكروب جديد في جسمي ذاكرتي المناعيه مش عارفاه، لكن وانا بضعف الميكروب في المعمل بضعفه ما اكسبوش الصفات الرئيسيه، سوري ما افقدوش الصفات الرئيسيه اللي لو جه الميكروب العادي هيكون حاملها، بحيث ان يبقى مشابه تماما ولكن مع قدره اقل في الاصابه، مشابه تماما الميكروب الاصلي عشان الذاكره المناعيه تكون فعاله وتشتغل مع الميكروب الاصلي لما يجي. يتم عمل نموذج للاجسام المضاده لهذا الميكروب بواسطه الخلايا البائيه داخل جسمنا، ويكون جاهز للتعامل مع هذا الميكروب في اي وقت في المستقبل، وبذلك يتم حمايه الجسم من شر الاصابه به اصلا والتعرض لمضاعفات هذا المرض حتى لو دخل عندي مره أولى كعدوى خارجية. كيف تعمل اللقاحات؟ تقوم اللقاحات أو الفاكسينات بتدريب جهاز المناعة، هو نوع من أنواع التدريب لجهاز المناعة وتنشيطه، لكي يتعرف على الفيروسات أو البكتيريا بأنواعها المختلفة ولكي يهاجمها بسرعة إذا ما دخلت إلى داخل الجسم في المستقبل القريب أو البعيد. اللقاحات عادة ما تطلق أو تنتج أو تطلق أو تنتج نوعين رئيسيين من استجابة الجهاز المناعي. أي لقاح بنديه لأي إنسان عايزين نطعمه ممكن بيطلع لي نوعين من الاستجابة. استجابة مناعية خاصة بالخلايا البائية والبلازمية اللي هي بتصنع لي أجسام مضادة
وتتلائم مع الأجزاء أو القطع الجزيئية من الكائن الحي الدقيق التي تسمى أنتيجينات أو مولدات الضد، يعني بيشتغل مع حتى القطع الصغيرة من الأنتيجين، مش لازم الأنتيجين ككل، ودي ميزة الخلايا البائية والبلازمية ودور الأجسام المضادة. أو إن أنا بدرب وحفز الخلايا تي اللي موجودة داخل الجسم، خلايا جهاز المناعة تي اللي تهاجم الخلايا الأخرى المصابة بعدوى الكائن الدقيق، اللي هي خلايا تي اللي قلنا عندها ميزة الخلايا المسمة أو القاتلة اللي بتهاجم مين؟ الخلية الجسدية اللي جواها الميكروب مستخبي، ده هتاخدها كلها وتهاجمها وتطلق عليها البيروفيرون بتاعها وتدمرها تماما مع الإنزيمات بتاعة الموت المبرمج. يبقى أنا بشتغل على الجزئيتين دول وأنا بحضر المصل أو اللقاح. طبعا العملية معقدة ومش سهلة وبتحتاج سنين، وزي ما احنا شايفين في مرحلة احنا دلوقتي إصابة وجائحة عالمية بكوفيد 19، احنا محتارين في تكوين لقاح أو عمل لقاح عشان يكون فعال ويؤدي الغرض منه بلا مضاعفات، وده محتاج شغل كتير. عشان كده كتير من الفيروسات والميكروبات لسه ملهاش لقاحات ولا أمصار، ولكن ربنا يهدينا إذا كنا مخلصين في هذا العمل إن ربنا وفقنا لإنتاج هذه الأمصار واللقاحات. في بعض الحالات يتم استخدام الأنتيجين في اللقاح أنتيجينات مشتقة من الكائن الدقيق نفسه، حاجات من الكائن الدقيق نفسه يتم استخدامها إذا كان هذا يؤدي إلى إنتاج مصل ولقاح سليم 100%. ده نموذج بسيط جدا حبيت إن أنا أوريه لكم. آدي جسم إنسان عايزين نلقحه بتطعيم معين. آدي الأنتيجين اللي إحنا عايزين نشتغل ضده، عايزين ننشط جسمنا المناعي عشان يشتغل ضد هذا الأنتيجين. هذا الأنتيجين شايفين شكله، ثم عملنا له إيه؟ عملنا له اتنيويشن. اتنيويشن يعني ايه؟ يعني ضعفناه. شوفوا شكله هنا، ده شكله نشيط، غيرنا في اللون شويه في الرسمه عشان نقول ده شكله مضاعف، يعني مش ده الاصلي، احنا ضعفناه عشان نبتدي نتعامل معاه وننتج منه حاجه نحقنها في جسم الانسان ينتج الايه؟ المناعه المكتسبه. كمان ممكن ناخد جزء عصايه منه اللي هي ايه؟ انتيجين مشتق من مسبب المرض. خدنا انتيجين اللي هي جزء من الميكروب ككل، خدنا جزء، ممكن ناخد جزء ونشتغل عليه، مش لازم كله، بس بعد ما نضعفه برضه. نربطه بمركب مساعد، مركب كيميائي مساعد عشان يثبته، ثم انبوبة اختبار تمثل المعمل عندي. تم تحضير اللقاح، اللقاح بقى جاهز محمل على مركب مساعد يستطيع المرور به داخل انسجة الجسم. نبتدي نحقن بجرعة محددة محسوبة بعد تجارب كتيرة جدا في منطقة محددة، هل في العضل، هل تحت الجلد، هل في البق. ده التطعيم نموذج دخلناه. نبتدي عملية ايه بقى؟ عملية تدريب للجهاز المناعي بعد ما دخل الايه؟ الجزء اللي احنا عايزين ندخله من الميكروب. ده نموذج ل او شرح مبسط لتحضير اللقاح. تبتدي بقى عندي هنا خلايا الاجسام المضادة تفرز وخلايا ذاكرة تكون، ويحصل ايه؟ مناعة طويلة الاجل بناء على الخطوات اللي احنا عملناها، اللي قد تستغرق في بعض التحضيرات وبعض المركبات سنين طويلة جدا لنصل الى طعم او لقاح فعال بلا اعراض جانبيه للقضاء على ميكروب او فيروس معين. رغم ان الانتيجين نفسه هو قطعه غير ضاره من فيروس او بكتيريا او جرثوم، فان جهاز المناعه يتعرف على هذا الانتيجين كجسم غريب. ده لو انا خدت قطعه منه، جهاز المناعي عندي القدره للتعرف على ده، ولكن مش في كل الانتيجينات بقى، ويتفاعل تجاهه كانه فيروس او بكتيريا حقيقيه زي مين الاصل ده. يعني مثلا واخد قطعه، جسم يتفاعل معاها كما لو تفاعل مع الاصل ده، والاصل ده لما يجي يخش بقى بعد ما انا كونت الذاكره المناعيه جالي من اي سورس او من اي مصدر، خلاص جاهز عندي ذاكره واجسام مضاده. ويتصاعد الهجوم ضد الانتيجين على يد انواع من خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا الاكوله والبلعوميه والخلايا التائيه والبائيه وتكوين ذاكره. بعض انواع اللقاحات عشان تاخدوا فكره، بعضكم هيسال اسئله، مثلا لو انا عايز احضر طعم ضد فيروس الحصبه والغده النكافيه، بستخدم ايه؟ فيروس حي لكنه مضاعف، ده هيبقى لقاح اكثر فاعليه. طيب فيروس شلل الاطفال، لا هنا الميكروب مقتول، مقتول تماما عشان ما فيش ادي فرصه ان هو قد يسبب الشلل، والحمد لله نجح هذا الايه؟ التطعيم. تطعيم ضد الدفتيريا والتيتانوس، هنا سم البكتيريا، يعني الدفتيريا والتيتانوس بتسببها سم البكتيريا نفسها، يعني ماده مذابه تمام بتفرزها البكتيريا، يبقى هاخد السم بس بعطل السم برضو زيه زي ايه؟ زي المقتول ده، بس ده سم ماده دائبه.
تطعيم السعال الديكي اجزاء من الميكروب زي اللي احنا شرحناها هنا. بكتيريا هوموفيلس انفلونزا نوع من انواع البكتيريا اللي بتعمل بعض الانفلونزا بي 1، ده التطعيم مركب من كذا حاجه مع بعضها. ده مجرد بس لطلابنا اللي عارف هم بيحبوا يعرفوا معلومات زياده، ان بيتنوع طريقه انتاج طعم او لقاح وفق نوع الميكروب وشدته وحدته وطبيعه اصابته و عشان كده بقول لكم دراسات كبيره ومتعمقه. الله تعالى برضو مع كيف تعمل اللقاحات، توجد خلايا بي وخلايا تي معينه اللي هنا بقى الخلايا الذاكره تتذكر الانتيجين حتى اذا ما حضر في المستقبل، وهو في هذه المره كجزء من ميكروب او سيل ميكروبي ايا كان بقى انا واخد التطعيم ضده، فان الخلايا تتخلص منه قبل ان تتمكن في التسبب في اي ضرر، لان انا عملت ذاكره مناعيه واجسام مضاده منتظره. حديثا جدا في اعوام الماضية القليلة تم التواصل إنتاج لقاحات جديدة مصنعة بأسلوب الهندسة الوراثية من حامض النووي للميكروب نفسه خصوصا للفيروسات، فما كنتش محتاج الميكروب، أنا فهمت تركيب الحامض النووي بعد ما العلم تقدم وعرفني إزاي أفهم المادة الوراثية بتاعة الفيروسات بالذات اللي عملنا قلق كتير. في هذه اللقاحات يتم هندسة الفيروسات وراثيا، هعمل بقى نموذج مهندس وراثيا للميكروب الحقيقي بحيث تظل قادرة على دخول الخلايا، هتخش الخلايا ولكنها مش ميكروب حقيقي، دي حاجة مخلقة، طبعا ممكن مخلقة سيئة وممكن مخلقة جيدة، ودي مشكلة عندنا في بعض الناس اللي بتستخدم الحروب البيولوجية، ولكنها لا تسبب الضرر لها لا في حالة المهندسة وراثيا بكفاءة عالية بطريقة حميدة، وذلك بدلا من حقن الفيروس نفسه والمخاطرة بأن الفيروس نفسه ممكن يعمل لي مشكلة. إن التطعيم بفيروسات هذه اللي هي مهندسة وراثية من شأنه أن ينشئ ذاكرة مناعية ناجعة ضد الفيروس الحقيقي، وقد تعطي مناعة أطول أمدا وأقل تكلفة. ليه؟ لأن أنا ما عنديش خطورة بالفيروس الحقيقي، أنا فهمت وبعمل نموذج مطابق له تماما وراثيا مهندسا الحمد لله على هذا العلم، وفي نفس الوقت لا يشكل أي تهديد للجسم لأن أنا بعيد عن الفيروس الحقيقي. ده هنا برضه صورة بتقول لي الجزء بتاع ادخال الانتيجينات مع اللقاح، الخليه الاكوله بتبتلع الانتيجين اللي هو دخل عشان يبتدي يتكون ذاكره مناعيه، ثم بتكسره هي جواها، ثم بتقدمه للخلايا التائيه المساعده والباقيه عشان تعمل لي ايه؟ تعمل لي انتاج خلايا تائيه تلائم الانتيجين. السكه الثانيه اللي ماشيه مع الخلايا الباقيه اللي هي بتطلع لي الاجسام المضاده عشان الاجسام المضاده تبقى مع نفس الانتيجين اللي انا مدخله في الاول مع اللقاح، سواء كان ميت او مضاعف، يبقى استخدمت طريقين، طريق الخلايا الاكوله نشطتها وعملت لي خلايا ذاكره من الخلايا التائيه اللي هي مهمه جدا في تنظيم وتظبيط كل الخلايا المناعيه، او عن طريق الخلايا التائيه والباقيه اللي هتساعد في انتاج اجسام مضاده، يبقى الطريقين ادوا الى منتج في الاخر يستطيع مهاجمه مين؟ الانتيجين الحقيقي اللي يحدث إقصابة لي في المستقبل، وأنا بدأت القصة مع حاجة مصنعة أو حاجة أنا عملتها في شكل لقاح. دي ببساطة طلابنا الكرام محاضرة النهاردة عن المناعة المكتسبة بالخلايا الليمفاوية التائية التي تمثل الجزء الرئيسي في المناعة بالخلايا الوسيطة، ثم استخدامها مع الخلايا البائية في تعظيم الاستفادة من المناعة الإفرازية بتكوين الأجسام المضادة، وختمنا المحاضرة بكيفية عمل الأجسام المضادة، ثم نبذة عن اللقاحات والأمصال وكيفية تركيبها وصناعتها وأهميتها في حماية الكثير من المجتمعات ضد أمراض خطيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا في شرح هذه المحاضرة على الوجه الذي يحبه ويرضيه، وتكون فيها معلومات نافعة لكم. وفي نهاية هذا المقرر أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ومنتظر الأسئلة والتعليقات على محتويات هذه المحاضرة، محتويات المقرر كاملا حتى نستطيع الاستفادة في تطوير وتحسين أدائنا في هذه المحاضرات، وما هو فائدة لكم ولكل طلابنا الكرام في كل مكان. ونرجو المعذرة عن أي شيء كان غير واضح أو كان الشرح في غير مفهوم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في محاضرات ولقاءات أخرى طلابنا الكرام، وكل عام وأنتم بخير.